صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وصباح جديد وصباح دريم. النهاردة الخميس 4 مايو 2017 9 صباحا بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا. النهاردة معنا فقرتين مهمين جدا بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة. الفقرة الأولى معنا فيها الحقيقة بنوتة جميلة جدا ونموذج جميل جدا معايا عزة عامر. عزة عامر ملكة جمال مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، أو خلينا نقول لذوي القدرات الخاصة. عزة أكيد عندها حاجات كتير جدا تقولها لنا، والنهاردة هي جاية علشان تنقل لنا يعني تجربة معينة في تحدي الإعاقة والإرادة، وإن هي قد إيه عندها إرادة إن هي قدرت إن هي توصل للي هي عايزاه. هنعرف كمان طموحاتها إيه وأحلامها إيه للفترة اللي جاية، وأكيد هنتكلم معاها في كل التفاصيل. هي محتاجة إيه هي وكل ذوي القدرات أو الاحتياجات الخاصة، خلينا برضو نسميهم ذوي القدرات الخاصة لأن هم فعلا بيكونوا النماذج اللي زي عزة بتثبت ان الإعاقة دايما بتكون إعاقة التفكير، إعاقة الإرادة، عمرها ما كانت إعاقة الجسد، وده اللي احنا هنشوفه مع عزة عامر ملكة الجمال. فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة هنتكلم فيها، طبعا انتوا يعني سمعتوا طبعا ان شاومينج هدد ان هو يسرب الامتحانات مع اقتراب اختبارات طبعا وامتحانات الثانوية العامة. طبعا التصريحات كلها قالت مستحيل، ما ينفعش، الكلام ده مش هتكرر تاني. للاسف تم تسريب امتحان سنه اولى ثانوي. والنهارده هنتكلم احنا ليه بيحصل الكلام ده، ليه اولياء الامور بيبتدوا ان هم يقولوا لاولادهم غشوا بعض مش كله. احنا ايه مشكلتنا بالظبط؟ انا عارفه ان ده نتيجه او ان ده رد فعل، لأن المناهج فيها مشاكل، طريقة التعليم فيها مشاكل، المدرسين عندهم مشاكل، المدارس نفسها كمباني فيها مشاكل. هنتكلم في التفاصيل دي كلها يعني باستفاضة في فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة. هيكون ضيوفنا في هذه الفقرة النائب محمد العتماني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والأستاذة ميادة عبد الله أدمن صفحة تمرد على المناهج التعليمية. هنعرف بقى هي وكل الأعضاء في الصفحة شايفين المناهج إزاي وعايزين إيه، علشان احنا النهارده هنكون حلقه الوصل ما بين اولياء الامور وما بين الوزاره في التعقيب والتعليق على المناهج. مستنيه طبعا كل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على ارقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشه وعلى صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش، وكمان على خدمه وصل صوتك. تعالوا بقى نروح سريعا كده لاخبارنا هذا الصباح. واول خبر معانا جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء إلى أبو ظبي في مستهل زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الإماراتيين. أقيمت للرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلمين الوطنيين. وقال أو صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللي رحب جدا بالرئيس السيسي، وأكد أن مصر وشعبها بيتمتعوا بمكانة خاصة جدا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ولدى الشعب الإماراتي. أكد كمان في نفس السياق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف بلاده الثابت بمساندة مصر على كافة المستويات بهدف تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية. أكد كمان أن استقرار مصر هو استقرار المنطقة برمتها، تصريح مهم جدا لما تشكله من عمق استراتيجي وتاريخي للعالم العربي. وأعرب بن زايد أيضا عن تطلعه لأن تساهم زيارة الرئيس إلى الإمارات في تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين ودفعها نحو أفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. أشار أيضا إلى أن هذه الزيارة بتعكس حيوية العلاقات بين البلدين وبتجسد حرص قيادتهم على التواصل وعلى التنسيق المستمرين لما في خير للبلدين والدول العربية الشقيقة بالكامل. أضاف المتحدث الرسمي أيضا أن الرئيس أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد اعتزاز مصر قيادة وشعبا بروابط الأخوة وعلاقات التعاون التي تربطها
بدولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، معربا أيضا عن التقدير لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة الشعب المصري على مر السنوات يعني، وأكد أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على كافة الدول العربية، مما يستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز الأمن القومي العربي. وأيضا استعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر حاليا، ولا سيما مشروعات إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية في مجالات الطاقة ومجالات النقل. وأشار كمان السفير علاء يوسف في هذا الصدد إلى إقامة معرض عقارات مصر في دبي خلال الفترة من 5 ل 7 مايو الجاري، وما يوفره من إمكانية للتعرف بالفرص الاستثمارية المتنوعة وتبادل الخبرات خصوصا في المدن الجديدة. من جانبه أشاد الشيخ محمد بن زايد بالدور اللي بتقوم به مصر حاليا في الدعم أو دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ده على المستوى الاستراتيجي، وإيجاد حلول ناجزة للأزمات اللي بتشهدها المنطقة، فضلا عن جهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف اللي بيستهدفوا أمن واستقرار مصر وبالتالي أمن واستقرار المنطقة العربية برمتها. جدد أيضا عزاء دولة الإمارات قيادة وشعبا للشعب المصري في ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة. ده كان بالنسبة لزيارة السيد الرئيس لدولة الإمارات الشقيقة. تعالوا نروح بقى لتصريح من قائد الجيش الثالث القبض على 32 إرهابي ومقتل 18 في مداهمات جبل الحلال. استعرض السيد اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني، استعرض الجهود اللي بذلتها القوات المسلحة لدحر الإرهاب في جبل الحلال بوسط سيناء، وأكد أن الجيش الثالث الميداني بيقف كالصخر لدحر الإرهاب وتطهير جزء من أرض مصر الغالية من كل من يحاول أن يدنس هذه الأرض. وأضاف قائد الجيش الثالث الميداني أيضا في تصريحات إعلامية ليه أن إجمالي العناصر اللي تم إلقاء القبض عليهم خلال المداهمات 32 شخص اتقبض عليهم و18 إرهابي تمت تصفيتهم. الفيديو ده هنروح نشوفه ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. أتشرف بحضوركم النهارده في نطاق جيش صرح شامخ، جيش عظيم، جيش الثالث الميداني اللي هو بيقف كالصخر لدحر الإرهاب، تطهير جزء من أرض مصر الغالية من كل من يحاول أن يدنس هذه الأرض. جبل الحلال هو جزء من وسط سيناء. وسط سيناء عموما هي منطقة بتكثر فيها المناطق الجبلية. المناطق الجبلية دي ذو تضاريس وعرة. علشان كده كانت ملاذ للعناصر الإرهابية والتكفيرية وبرضه الإجرامية، لأن لو حب العنصر التكفيري أو الإرهابي أنه يختبئ في مكان، فبالتالي الجبل وكهوف الجبل ومغاراته هي بتعتبر بالنسبة له ملاذ آمن يعني. ولكن منطقة وسط سيناء مش هي جبل حلال بس، ده فيه أكتر من جبل، لكن جبل حلال نظرا للتاريخ بتاعه وكل اللي سمعناه قبل كده فأخذ أهمية شوية عند الشعب المصري، لكن فيه زيه كتير جدا وبطولات تمت في وسط سيناء. عندنا جبل الخرم، جبل عنقبية، جبل مجموعة سلسلة الجبال اللي هي متاخمة لخط الحدود الدولية. صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إن جبل الحلال لازم يكون كل شبر فيه طاهر زي باقي الجبال. نظرا لحجم التهديدات الكبير اللي كانت موجودة في جبل الحلال، فكان له إعداد وتخطيط لتنفيذ المداهمات وتطهير الجبل ده. فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة تجميع المعلومات عن الجبل ده. تواصلنا مع كافة الأجهزة الأمنية وجمعنا معلومات كبيرة جدا خلال المرحلة الأولى،
ثم بدأنا نؤكد برضو المعلومات دي عن طريق السكان المحليين اللي هم بدو سينا الشرفاء. لما بدأنا نقول احنا هنداهم جبل الحلال، فكرنا قلنا لازم نحاصر الجبل بالكامل، الجبل اللي على امتداد 60 كيلو وعمق 20 كيلو. عشان نحاصر هذا الجبل كان يجب علينا ان احنا نؤكد فين المسارب، فين طرق الاقتراب للجبل من على مسافة قد تصل الى من 5 ل 8 كيلو. كمان ادى الموضوع ده الى خفض الروح المعنوية للعناصر التكفيرية هو جبل الحلال، فكان فيه البعض منهم بيحاول ان هو ينزل ويستسلم لانه عارف انه خلاص واخرته هذا الموضوع. واحنا في اوامر عندنا او عقيدة عندنا ان الفرد اللي مش هيرفع السلاح هيتم القبض عليه، لكن اللي هيرفع السلاح هيقتل في مكانه، وده اللي كان بيتنفس سواء في العناصر اللي كانت بتحاول هرب او بعد كده لما جيلكم في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المداهمات. بعد ما تأكدنا تماما ان الروح المعنوية بالنسبة لهم منخفضة وان الاستنزاف للذخائر تكاد تكون انتهت بالنسبة لهم في ذخيرة معاهم، مواد الإعاشة المية والأكل والكلام ده يكاد يكون قل خلال الست أيام، بدأنا نخطط كيف نقتحم هذا الجبل الصعب ونحقق أيضا المفاجأة في الاقتحام عشان نسهل العملية. هو كده كده هو موجود على الجبل وهيتم القبض عليه، ولكن عايزين ننهي الموضوع بسرعة. يعني كان كل قائد مجموعة، وإن شاء الله هتقابلوهم على الجبل، كل قائد مجموعة كان له شريحة من الجبل، يعني تم تقسيم الجبل ده عشان ما نسيبش شبر في الجبل إلى شرايح، كل قائد مجموعة له شريحة ومكلف إن هو يمشط هذه الشريحة تماما، كل شبر فيها يفتشها تماما عشان نقدر نشوف فين المخازن بقى وفين المقبوضات اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي. إجمالي المقبوض عليهم واللي قتل في جبل الحلال أثناء معركة جبل الحلال كان حوالي 18 قتيل وأكثر من 32 فرد اتقبض عليه فوق في جبل الحلال. يعني تم قتل 18 اللي هو كان بيحاول انه يشتبك، وحوالي 32 واحد تم القبض عليه. في مخزن لقينا فيه حوالي 29 دراجة نارية مفخخة، جاهزة مفخخة، هو هيفعلها ويطلع يعمل عملية انتحارية بيها. تم ابطالها بوصف عناصر المهندسين للجيش والتحافظ عليها. عايز اقول ان برضو في جبل حلال بالاضافه لكل اللي احنا ذكرت حضراتكم ده، كان في كميه هائله، وانا بقول هائله، اطنان من المواد المخدره، اطنان من المواد المخدره. وفي سفح الجبل كان في عدد كبير جدا من الافدنه المزروعه بالنباتات المخدره. واحنا الكلام ده طبعا لان العناصر دي بتعتمد برضو كجزء من تمويلها من خلال الاتجار في المواد المخدره. كان كميات كبيره جدا من المواد المخدره بانواعها كلها. المقاتل المصري بيتميز عن اي مقاتل تاني انه عنده عقيده، عنده عقيده ان احنا على حق، عنده عقيده ان هناك عرض وارض لازم يدافع عنها، عنده غيره على الوطن بتاعه، فبيشتغل وهو مسلم امره لله سبحانه وتعالى، وقبل ما بيطلع مهمه هو بيقرا الشهاده وعارف ان هو ممكن يكون شهيد، وهو فرحان جدا بالكلام ده. وعايز اقول لحضراتكم ان احنا لما بنختار القوات نقول احنا ننفذ مهمه في الجبل الفلاني او في البؤره الفلانيه، الفرد اللي ما بيختارش في المهمه دي بيكون حزين جدا وزعلان، وكله بيعتبره عايز يطلع، سواء كان قائد او ضابط او جندي، بيبقى الناس عايزه كلها تطلع. ما فيش حاجه اسمها مستحيل، هيطلع جبل او هيطلع جبل، هينظف الجبل من مجموعه تكفيريه قاعده تعتقد انها امنه لانها جبل ومجهز وصخور وتضاريس، لا هيطلع وهيجيبه من فوق. انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا ان شاء الله باذن الله مستمرين بكل اصرار ان احنا نستكمل تطهير سيناء بالكامل ان شاء الله باذن الله، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني في نطاقه. وفي النهايه انا بشكركم جدا، مش عايز اضيع وقتكم عشان تلحقوا، واتمنى ان النهارده ان شاء الله ترجعوا، انا واثق هترجعوا روحكم معنويه في السماء باذن الله ان شاء الله باذن الله. شكرا.
أهم ما قيل في هذا التقرير، الجندي المصري عنده عقيدة إن ده شرفه وإن ده عرضه، فيعني أعتقد إن هذه العقيدة اللي بيحارب بيها طبعا بالإضافة إلى القدرات العالية اللي بتتمتع بها قواتنا المسلحة تكفي لإرسال رسالة الطمأنينة لجميع أطياف الشعب المصري، ورسالة طبعا مهمة جدا لكل من يفكر إن هو يعادي بلدنا. شكرا طبعا لقواتنا المسلحة الباسلة. تعالوا بقى نروح لخبر تاني، والحكومة تستعرض تطوير وزارة التربية والتعليم والخطة الإعلامية لتوعية المواطنين بتحديث بياناتهم ببطاقات التموين. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول التصور العام لتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته كمان للوصول إلى نظام تعليمي مصري حديث بيعمل على تطوير المنتج المعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في إعداد شباب قادر على الابتكار وعلى المنافسة. استعرض الوزير أيضا عددا من التحديات والمشاكل اللي بتواجه نظام التعليم في مصر بما في ذلك الاحتياج إلى تطويره كما ونوعا طبعا، وأشار إلى أن هناك ضرورة كبيرة جدا لتحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءا من المدرسين وتطوير المناهج إلى آخره، وأكد إلى في طبعا حاجة ماسة جدا لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحث. أيضا في نفس السياق أشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية بيضم عدد من الموضوعات المهمة بيأتي في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين تنمية مهاراتهم، ووضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المعلمون أولا في 30 أبريل 2017 وأنه جاري حاليا استكمال باقي مراحل تطبيق البرامج تدريجيا، كما أشار إلى أن التطور سيشمل أيضا الكتب المدرسية من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمي. بالنسبة لمشروع بنك المعرفة المصري أشار الوزير إلى أنه بيعتبر أكبر مكتبة رقمية يعني تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، تجربة مهمة جدا طبعا، وبتحتوي على الدوريات العلمية في كافة المجالات، مجالات المعرفة، كتب، مجلات إلكترونية، مناهج دراسية للتعليم الأساسي والتعليم الجامعي، قواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها. وأوضح أيضا الوزير أن البنك، بنك المعرفة الإلكترونية، مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيد للارتقاء بالبحث العلمي. وأضاف كمان أن ملف تطوير التعليم الفني بيحتل أهمية كبيرة جدا في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة اللي جاية. واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بالحملة الإعلامية المتعلقة بتوعية المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم على قاعدة بيانات التموين، واعتمد الحقيقة مجلس الوزراء ما تم من إجراءات بشأن التعاقد بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والحكومة الهندية لشراء 20,000 طن رز هندي. ده كويس إن في تعاون كده، وابتدينا يعني ايه ناخد فكره او نطبق فكره التعاون بين المؤسسات المختلفه. معانا على الهاتف الاستاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين. يا استاذ ممدوح صباح الخير. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. طيب خلينا نبتدي بموضوع تحديث البيانات ده يا فندم الاول. ايه يعني ايه اللي تم ووصلنا لايه في موضوع تحديث البيانات بالنسبه لبطاقات التموين يا فندم؟ بالنسبة لعملية تحديث البيانات، الو؟ اي فندم سامع حضرتك، اتفضل. بالنسبة لعملية تحديث بيانات بطاقة التموين، هي دي عملية مستمرة، واحنا مرة من الفترة الممنوحة لتحديث البيانات، مرة منها النهاردة بنتكلم في 33 يوم عدوا من الفترة. ايوه. وقدامنا أقل من 60 يوم، يعني المهلة تنتهي مع نهاية شهر يونيو القادم. تمام. نتمنى من السادة الذين يشملهم عملية التحديث أن يسارعوا بتحديث بياناتهم إما عن طريق الوسيلة اليدوية اللي هي الاستمارة اللي موجودة في مكتب التموين أو عند بعض بقال التموين، ويملوا فيها البيانات بتاعتهم ويرفقوا فيها المستندات الدالة على البيانات اللي كتبوها، سواء شهادة الميلاد أو الرقم القومي وإيصال كهرباء وإيصال اللي هو السلعة التموينية اللي طلع فيه رسالة مطلوب تحديث بيانات، والذهاب إلى أقرب
مكتب بريدي، والمكتب البريدي فيه ظرف ستاندر او موحد لهذا الغرض بدون اي رسوم على من يريد تحديث بيانات، بالاضافه الى ان هناك مجان، تمام، بالاضافه الى موقع موجود على الانترنت لمن يرغب في تحديث بياناته بالوسيله الالكترونيه، والمحدث والموقع تحت اسم تحديث بيانات او www.tamwin.com.eg. تمام، ونتمنى من يشملهم عملية التحديث أن يسارعوا بتحديث بياناتهم قبل انتهاء المدة، لأن احنا عندنا 19 مليون مواطن بياناتهم الرقم القومي غير صحيحة وغير منضبطة، والعدد ده مقيد 4.5 مليون بطاقة. نتمنى منهم أن يسارعوا بتحديث بياناتهم لأن ده لصالحهم ولصالح الدعم. طيب أستاذ ممدوح، بالنسبة لاستعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان، هل هناك استعدادات أخرى مكثفة غير المعارض أو يعني منافذ البيع اللي كانت بتتعمل كل سنة، خصوصا أن في أسعار غالية جدا اليومين دول؟ احنا دلوقتي بنتكلم في ان بقت في منافسه شديده جدا بين الشركات او شركات المجمعات الحكوميه وبين المنافذ المملوكه للقطاع الخاص اللي هي السوبر ماركت والهايبر المنتشره في عموم الجمهوريه. وبدانا نشوف من امس واول امس بدانا نشوف العروض الاوفر بتاعت شنطه رمضان في بعض الاماكن منزلها ب 60 وب 75 لحد 95 جنيه و100 جنيه. بتبتدي من كام يا فندم؟ من 65؟ بتبتدي من 60 جنيه في بعض الاماكن، في بعض السوبر ماركت التابعه للقطاع الخاص، ومكوناتها جيده جدا، بتحتوي على سكر وارز ومسلي ومكرونه وزيت طعام وفول وعدس، امور جيده جدا اطلعنا عليها في وزاره التموين على بعض منها، واعتقد ان المنافسه مشتده في هذا الاطار لجذب المستهلكين. تمام، بنتكلم دلوقتي عن اتاحه اسعار اتاحه سلع في السوق بشكل كبير يزيد عن الطلب من اجل ان تستقر الاسعار، ومن المتوقع ان تنخفض تدريجيا مع زياده المعروض. ده اللي احنا شغالين عليه، واعتقد يعني الاسعار ممكن تنزل على اول رمضان. يعني خلينا اقول ان كل من يشترك معنا في المعارض وفي المنافذ التي ستطرح سلع اتفقوا ان هم هيعرضوا اسعارهم، هيعرضوا سلعهم باسعار الجمله. ده معناه حضرتك ان انت بتتجاوزي عن الحلقات الوسيطه اللي كانت موجوده متركبه ما بين المنتج وما بين المستهلك، وكانت بتحصل على هوامش ربح كبيره جدا على حساب المستهلكين وحساب الاسعار في النهايه. اعتقد ان الحلقات الوسيطه دي عندما تتلاشى من العمليات التجاريه، اعتقد ان المستهلك سيحصل على سلعه بسعر جيد. احنا بنتكلم على متوسط سعر كيلو الرز 6.5 جنيه، بنتكلم على ثبات اسعار السكر وانخفاضها عن 10.5 جنيه، بنتكلم على انخفاض اسعار العدس ل 18 جنيه بدل من 20 جنيه، بنتكلم على نوعيات معينه من الفول وصل بعض العارضين قالوا ان هم هيبيعوها ب 5 جنيه. يعني بنتكلم على منافسه قادمه لصالح المستهلك، واحنا بنهدف لده، بنهدف ان احنا نعمل انسيابيه في حركه السلع في الاسواق، زياده المعروض، واعتقد ان الحكومه داخله بكثافه في هذا الاطار. احنا لاول مره بنبص على الفجوات اللي موجوده في السوق، الفجوه بين الانتاج، بين انتاج السلعه والاستهلاك، وبنحاول ان احنا نخش بالاستيراد بشكل سريع وبنستورد هذه الكميات بشكل كبير جدا وبشكل موحد علشان خاطر يبقى فيه إتاحة، وما بنشتغلش بمنطق القطعة علشان خاطر نوفر الاحتياج. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح أستاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. وعودة إلى أخبارنا مشاهدينا، والنائبة منى منير في بيان عاجل: الحيوانات بتنتحر لسوء التغذية في جنينة الحيوانات في الجيزة. نائبة منى منير تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب علشان تدهور حديقة حيوان بالجيزة، وقالت إن الحيوانات بتنتحر من كتر سوء التغذية أو معاملة سيئة أو كذا. وأضافت منى من خلال كلمتها بالجلسة العامة امبارح الأربع برئاسة الدكتور علي عبد العال إن الحديقة خرجت من التصنيف العالمي بسبب الإهمال وتردي الخدمة، وأصبح الحيوان مصدر للرزق وهذا ضد حقوق الحيوانات. ووضحت بأن في شائعة حول تحول أرض الحديقة لمباني سكنية. أضافت النائبة أيضا في بيانها العاجل إن الحيوانات بتنتحر لسوء التغذية بحديقة الحيوانات بالجيزة. طيب أنا معايا على الهاتف دكتور محمد رجائي رئيس إدارة المركزية لحدائق الحيوان. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا دكتور. دكتور ايه اللي حصل ده؟
والله حضرتك طبعا الكلام حتى يعني علميا مش مظبوط، مفيش حاجه اسمها حيوان ينتحر عشان سوء التغذيه، ومخالف للواقع حتى الارض الواقع. يعني في حيوانات بتنتحر من الاكتئاب. من الاكتئاب ممكن، لكن مش كل الحيوانات بتنتحر من ده، هي في حيوانات محدده وخصوصا في الطيور. لكن احنا عندنا لا في حيوانات بتنفق حاليا، احنا ما عندناش حيوان نفق يعني من تقريبا في من خلال سنه. اوكي. مفيش حيوانات نفقت عندنا. يعني الحيوانات اللي فيه خبراء من الحياه البريه من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان واشادوا بالحديقه ومستوى الحديقه. طب يا فندم يعني حضرتك اتفاجئت بالبيان اللي قدمته النائبه منى منير؟ طبعا، لان ده بيان الحقيقه بيسيء لجهد كبير جدا من الاطباء في الحديقه اللي بيعملوا بشرف وبامانه، والعمال والكلافين دي خبرات نادره موجوده عندنا مش ممكن يعني استعوضها حاليا. فكل ده بيحبط، واداره بتعمل على خدمه الجمهور وخدمه الحيوانات، وعندنا نشاط كبير جدا. يعني في الوقت اللي بتنهض فيه الحديقه بنفاجئ بهجمه ضاريه على الحديقه، فدي شيء غريب جدا. يعني تمام، هو احنا بنحاول نكلم الاستاذه منى، النائبه منى منير، هي ما بتردش للاسف. انا من خلال حضرتك انا بدعو السيده النائبه انها تزور الحديقه، لان انا طبعا انا اعتقد ان هي ما زارتش الحديقه من سنين طويله، ما شافتش على الارض الواقع. وبعدين تديني دليل على هذا الكلام، تقول لي انه حيوان اللي مات من الاكتئاب على وجه التحديد، وتيجي ونصور جوه الحديقه وتشوف على ارض الواقع صحة الحيوانات. الحيوانات عندنا كلها بصحة جيدة جدا، والتغذية على أعلى مستوى. موازنة الحديقة صرفت 8 مليون جنيه على التغذية، ما عندناش أي مشكلة في التغذية، الحيوانات بصحة جيدة، ما عندناش أي وبائيات، عندنا خطة طوارئ وخطة وقاية بتنفذ على أرض الواقع. عندنا إيه؟ هي كمان قالت في شائعة ده كلامها عشان بس ما يبقاش بقول فضل. يعني قالت ان في شائعة حول تحول ارض الحديقة لمباني سكنية، احنا هنشيل جنينة الحيوانات. يعني والله انا مش عارف الكلام ده هي جايباه على اي اساس. بقول لك هي اللي حضرتك تسأل على هذا الكلام، لان ده كلام منافي للواقع. وبعدين الحديقة اثر كبير، اللي اذا كنا هنبيع اثارنا وهنبيع تاريخنا ده موضوع تاني. لا هي مش عارف تقصد ايه بالظبط، ان احنا نبيع الاثار ونحولها الى مساكن. ممكن هيجي يوم تقول هنبيع الهرم، يعني ما حديقه زي الهرم بالظبط. صحيح، هي مكان تاريخي يعني. يعني يعتبر تاريخي، ده جزء من تاريخ مصر. طيب عموما انا اسمح لي ان انا يعني ان احنا ان شاء الله نكون متواجدين معاكم، احنا هنبعت كاميرا ان شاء الله قريبا علشان نثبت عدم صحه الكلام اللي قالته دكتوره منى، اللي للاسف ما ردتش علينا سياده النائبه منى منير علشان تقول هي كانت مستنده لايه بالظبط. اتمنى ان ما يكونش هذا الكلام صحيح طبعا، لان ده قبل ما يكون ضد حقوق الحيوان فهو ضد يعني مسمى الرحمه. فالحمد لله ان الكلام طلع مش مظبوط وفقا لكلام سيادتك دكتور محمد رجائي، وبشكرك على هذا التوضيح دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. ان شاء الله يطلع الكلام مش حقيقي. تعالوا نروح لاخر خبر معانا في فقرتنا الاخباريه هذا الصباح، عن دونالد ترامب وزياره الرئيس الفلسطيني بدايه لتوقيع اتفاقيه سلام مع الاسرائيليين. قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيناقش الاجراءات التي قامت بها الاداره الامريكيه مؤخرا بشان التعاون مع الشعب الفلسطيني، لافتا الى انه ملتزم بالعمل مع الفلسطينيين والاسرائيليين لتحقيق السلام، وسيعمل مع قوات الامن الفلسطينيه لمواجهه الارهاب. اضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي ونظيره الفلسطيني محمود عباس انه سيساعد الفلسطينيين من اجل خلق فرص اقتصاديه واقرار القانون، لافتا الى انه سيكون وسيطا ولن يفرض اي شيء على الطرفين في حل القضية الفلسطينية. هناك أيضا فرص جيدة لتحقيق السلام وهزيمة داعش، مشيرا إلى أن وجود الرئيس الفلسطيني بالبيت الأبيض هي زيارة لبداية توقيع اتفاقية مع الإسرائيليين نحو السلام. من جانبه علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين يعطي دفعة قوية لمبادرة السلام العربية، ويعزز أيضا التحالف الإقليمي والدولي لمحاربة وهزيمة الإرهاب وبخاصة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الجماعات الإجرامية التي لا تمت لديننا الحنيف بصلة.
تابع الرئيس الفلسطيني أيضا يتيح السلام الفرصة لأن تقوم الدول العربية والإسلامية لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، وهذا ما حققته القمة العربية السابقة والتي كانت آخرها قمة الأردن قبل أسابيع. أضاف أيضا أبو مازن أننا مؤمنون أن لدى أمريكا الإدارة والإرادة والرغبة في هذا النجاح، وأن إن شاء الله نحن قادمون أو مقدمون على فرصة جديدة ومناسبة جديدة من أجل تحقيق هذا السلام برعاية أمريكا أو برعاية أمريكية. طيب نعرف رأي السيادة السفير جمال الشوبكي سفير فلسطين بالقاهرة. سيادة السفير صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيك يا فندم. تعليق حضرتك ايه فندم على التصريح اللي قاله دونالد ترامب في البدايه؟ عندنا تصريحين، تصريح دونالد ترامب وتصريح السيد محمود عباس ابو مازن. في البدايه كده تعليقك ايه على اللي ابتدى بيه دونالد ترامب هذا التصريح ان زياره محمود عباس بدايه لتوقيع اتفاقيه سلام مع اسرائيل؟ اتفضل. يعني موقفنا الفلسطيني مدعوم بموقف عربي واضح تماما. نحن مع حل الدولتين، نحن نتمسك بالمبادرة العربية كأساس لهذا الحل، وأعتقد أن الرئيس الفلسطيني أكد على هذا الموقف في البيت الأبيض وأمام الرئيس ترامب، وهذا أمر في غاية الأهمية. أننا مع السلام، ولكن هذا السلام يجب أن يكون مبني على قاعدة واضحة، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة وعاصمة. طيب أقول مبني على قاعدة ولا أقول مشروط ببعض البنود؟ لا هو أي عملية سلام يجب أن ترتكز إلى مرجعيات في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. تمام. مرجعيات القانون الدولي تقول أنه الوجود الإسرائيلي وآخرها القرار 2334 اللي أمريكا امتنعت عن التصويت، و14 دولة في العالم بما في بريطانيا اللي داعمة لإسرائيل تقليديا قالوا أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 67 هو وجود غير شرعي. بالتالي نحن نتحدث عن دولة في أراضي 67، القدس الشرقية عاصمة لها. إذا حصل ذلك حسب المبادرة العربية، الدول العربية والإسلامية ستعترف بإسرائيل وتتعامل مع إسرائيل كجسم طبيعي في المنطقة في حال إقامة الدولة الفلسطينية. موقف ترامب حتى الآن أنا برأيي أولا جيد أن يدعو الرئيس الفلسطيني، جيد أن يستمع لنا ونطرح موقفنا في البيت الأبيض بهذا الوضوح، ولكنه في مرحلة تكوين رأي. نحن لا يعني بالزبط. لا نبني أوهام. الرئيس ترامب قال أنه سيسعى، أنا بعتقد أنه الأمر ليس بهذه السهولة، لأن الإدارة لأن الحكومات الإسرائيلية متعاقبة وهذه الحكومة اليمينية. طيب ده بقى يخليني أسألك سيادة السفير، كيف تتوقع موقف الجانب الإسرائيلي من هذه المباحثات تحديدا؟ يعني الجانب الإسرائيلي لا يريد سلام، لا يريد حل. الجانب الإسرائيلي يريد أن يتعامل مع الشأن الفلسطيني ضد الحل، ضد حل الدولتين، كشأن نعم كشأن تمام. داخلي إسرائيلي، وينفرد بنا ويعطينا حكم ذاتي في أحسن الأحوال. تمام. طقف الاحتلال، هذا الأمر مرفوض، وإحنا متمسكين بالثوابت اللي هذه الثوابت مدعومة بموقف عربي عبر المبادرة العربية. أينما ذهبنا سنطرح ذلك. إذا الإدارة الأمريكية استطاعت ونحن نتمنى ذلك ونجحت في عمل سلام في المنطقة، هذا السلام ستستفيد منه كل المنطقة، وبالفعل ستشكل جبهة لمواجهة الإرهاب والانتصار على الإرهاب. عكس ذلك ستبقى الأمور مفتوحة على خيارات لا أحد يعلم إلى أين ستذهب. يعني المباحثات دي هتفضل يعني هتاخد وقت شوية، وقت طويل. هذا بالتأكيد. طب هل من الممكن أن يستغل البعض ما قاله السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن المصطلح اللي يعني هو قال إحنا نحن مقدمون على فرص جديدة مناسبة من أجل تحقيق هذا السلام برعاية أمريكية؟ يعني ما تعليقك على مصطلح برعاية أمريكية يا فندم، خصوصا حضرتك قلت إحنا مدعومين بموقف عربي؟ نعم الرئيس أبو مازن كان واضحا، نحن نرحب بأي جهد أمريكي يؤدي إلى سلام. هذا السلام شروطه وقاعدته ومرجعيته هو القانون الدولي والمبادرة العربية، وهذا بمنتهى الوضوح. يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين السلام هو إنهاء الاحتلال، وقال الرئيس أنه كفى 50 سنة من الاحتلال، قالها في البيت الأبيض. هذه رسالتنا، نأمل ويجب أن نسعى بكل الوسائل من أجل إقناع الإدارة الأمريكية أن هناك فرصة للسلام والحل، وهذه الفرصة مدعومة عربيا، مدعومة دوليا، بشرط أن تلتزم إسرائيل. حتى الآن وجهة نظرنا أن إسرائيل هي العقبة. الإدارة الأمريكية تصريحات ترامب بحذر شديد،
انه تحدث عن سلام وانه ممكن السلام، ولكن لم يتحدث عن حل دولتين مثلا. لا ما قالش حل دولتين، حل دولتين ده حل مطروح من الجانب الفلسطيني، وهنشوف بقى وفقا للقانون الدولي ده هيتم ازاي. لا لا، هو مطروح من قبل المجتمع الدولي بما فيه الادارات الامريكيه السابقه، ولكن كنا نريد ان نسمح من ترامب نفسه موضوع حل الدولتين. ما انا عشان كده بسال حضرتك يا سياده السفير، يعني نعم. ان المباحثات هتاخد وقت طويل، يعني هو برضو كان حريص جدا دونالد ترامب في كلامه ان الكلام يكون يعني برضو عام. هذا صحيح. نعم 100%. أنا بقول إنه الإدارة الأمريكية حذرة حتى الآن، لم تكون موقف، هي في مرحلة تكوين موقف. بالضبط. تمام. عموما احنا هنشوف المباحثات دي هتوصل لحد فين، ونتمنى ان يعني طبعا احنا نتمنى السلام، يعني احنا كمجتمع وكدول عربية وكمجتمع عربي وكجمهورية مصر العربية نتمنى السلام، واكيد مصر ليها دور كبير في احداث السلام في المنطقة بالكامل، ولكن لسه عندنا علامة استفهام على الجانب الإسرائيلي، ومش علامة استفهام كبيرة يعني عشان احنا متوقعين الرد بتاعهم، وعلامة استفهام أكبر على تصريحات دونالد ترامب. شكرا جزيلا السفير جمال الشبكي سفير فلسطين بالقاهرة. مشاهدينا ده كان آخر خبر معانا، تعالوا بقى نروح لأول تقرير معانا في فقرتنا الإخبارية هذا الصباح، ومؤتمر تطوير التعليم تحت عنوان الإبداع والاستثمار بهدف إعادة هيكلة وتطوير منظومة التعليم بالعمل طبعا على النقاط الرئيسية للعملية التعليمية من معلمين وطلاب وغيره، بالإضافة إلى تحديث المناهج. نشاهد. عقد مؤتمر تطوير التعليم تحت عنوان الإبداع والاستثمار بهدف مناقشة عدة محاور من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية بخطة زمنية متوسطة وقريبة المدى. كل النظم التعليمية التي قدمت في العالم، عايز أديك مثال، سنغافورة، ماليزيا، فنلندا، اليابان، كل الدول التي قدمت اهتمت بما يسمى مهارات البحث والتفكير. المفروض ان احنا نحاول التعليم عندنا من الحفظ والتلقين لمهارات البحث والتفكير، وبالتالي ده التفكير بقى الابتكاري، التفكير الناقد، القدره على اتخاذ القرارات، القدره على حل المشكلات، ومن ثم ينبغي ان احنا نغير نطور مناهجنا في ضوء هذا يعني هذا الفكر او الرؤيه. انا علشان افيد الطالب لابد من تطوير المعلم، لابد من تدريبه. ليه؟ المعلم هو حجر الزاويه بالنسبه للاضلاع الثلاث. إن لم أدرب المعلم وأؤهله ومش مرة كل خمس سنين، لا دايما تدريب المعلم كي يواكب ظروف العصر. لو قلت لي إيه هي الأمراض، أمراض العمليات التعليمية في مصر، هقول لك الكثافة. الكثافة في بعض المدارس بتوصل فيها الكثافة ل 140 طالب في الفصل. إذا وزعت ال 45 دقيقة اللي هي المدة اللي المدرس هتكلمها على الطلبة، كل طالب مش هياخد ثانيتين. طيب حل ده ايه عشان اخلي الطلبه او تعداد الطلبه او الكثافه داخل الفصول من 40 ل 45 طالب؟ لازم 53,000 فصل. التعليم لازم يتحول الى اقتصاد وانتاج. علشان ده يتحول لازم اصرف الاول على هذا التعليم عشان يقدر يحول لي العلم ده الى اقتصاديات ناجحه، الى انتاج ناجح. اذا اهتمينا بده الحقيقه المنظومة التعليمية وتطويرها هيقوم عليها المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، لأن إذا اختل التعليم هيختل توزيع كل المدخلات بتاعة المجتمع. أكد الخبراء والمتخصصون أهمية مراعاة التزامن في تطوير التعليم الجامعي وما قبله بطرح حلول لأي معوقات أمام المعلمين والطلاب، بالإضافة إلى التطوير الدوري للمناهج التعليمية. أهم ملف وهو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانوا من الموهوبين أو من ذوي الإعاقة. وزارة التربية والتعليم أولت هذا الملف اهتمام غير مسبوق. على سبيل المثال، تم إنشاء إدارة عامة للموهوبين والتعلم الذكي بديوان الوزارة بتاريخ 5/8/2015. هذه الإدارة كان من أهم المحاور اللي اشتغلت عليها تدريب المعلمين واعتماد حقيبة تدريبية لهذا التأهيل وإنشاء مراكز للموهوبين في العديد من المحافظات، كما كرم لفيف من الأساتذة والإداريين القائمين على التعليم. كريم عبد الكريم، صباح دريم.
شكرا زميلي كريم عبد الكريم على هذا التقرير. وقبل ما نروح لملكة الجمال عزة عامر هنشوف دلوقتي تقرير من جمعية دريم لاند. الحقيقة دكتور أحمد عمارة كان ضيف جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية برئاسة السيدة لونا المالكي، وكان الحقيقة الندوة كانت بعنوان كيفية التناغم مع مختلف الشخصيات. حضر الندوة أكثر من 1800 شخص، وأقيمت بنادي بيجاسوس دريم لاند طبعا بإدارة الندوة رئيس الجمعية السيدة لونا المالكي. نشاهد. كما تعودنا كل عام نلتقي على الأرض دريم لنستمتع بأجمل المحاضرات بالهواء الطلق والطاقة الإيجابية، نشكر فيها الله ونرتقي بنفوسنا بأعلى القيم. اليوم نناقش سر من أسرار الحياة الذي خلقنا الله تعالى لاكتشافها والاستمتاع بها. سوف نتعلم اليوم كيف نتناغم مع الشخصيات المختلفة. دعونا ننصت وندع همومنا جانبا ونغوص معه في النفس البشرية وأسرارها. نعيد شحن طاقتنا، نجدد مشاعرنا الإيجابية. دعونا نتعرف عليه. رحبوا معنا الدكتور أحمد عمارة. المحاضرة دي بعنوان كيف تتناغم مع مختلف الشخصيات في الحياة. بحب دايما قبل ما أبدأ أي محاضرة أوضح إيه الحاجة اللي هتفيدك فيها. يعني أنت مستقطع جزء من يومك، عدد معين من الساعات، إن شاء الله هنخلص على الساعة يعني 10:15 كده مثلا بإذن الله. الوقت ده أنت هتصرفه وهتنفقه ليه؟ تحت رعاية أستاذة لونا بهجت رئيس جمعية دريم لاند للثقافة والتنمية، عقدت ندوة للدكتور أحمد عمارة الحاصل على الدكتوراه في الباراسايكولوجي وعلم النفس بالولايات المتحدة الأمريكية واستشاري الصحة النفسية وتحفيز انطلاق العلاقات بنادي دريم. جاءت الندوة بعنوان كيفية التعامل مع مختلف الشخصيات وكيفية الإصلاح في التعامل مع الآخرين. هي ندوة بعنوان كيفية التعامل أو التناغم مع مختلف الشخصيات. الهدف منها أن أنا شايف أن أكبر حاجة مسببة مشاكل في الشعب المصري دلوقتي هو أنه مش عارف يتعامل مع بعضي. الأخلاق للأسف أصبحت في النازل من أسوأ إلى أسوأ، وده مؤدي إلى سلسلة خلافات كتير ما بين الأولاد وآبائهم، الأزواج وزوجاتهم، الموظفين ومديرينهم، الموظفين منهم من بعض، الشعب والحكومة، كل ده عبارة عن اختلاف أو لخبطة في التعاملات. فكنت عايز طالما الندوة هيشوف عدد كبير من الناس وهتتشاف على مستوى يعني التلفزيون إن شاء الله، فكنت مركز أن أنا أبين للناس أن التعامل ده أو لما نظبط أخلاقنا مش بس هتعرف تتعامل مع الناس بصورة جميلة أو بصورة تريحك في التعامل، لا ده هيأثر على رزقك، لأن هربط في الآخر أن نوعية تعامل الإنسان هي اللي بتحكم رزقه سواء كتير أو قليل. هدفنا بجمعية دريم لاند هي التوعية الثقافية، ودي أهم حاجة. الموضوع أنه الشباب تتوعى، ونحن كلنا كمجتمع محتاجين دعم نفسي وتوعية إزاي نتعامل مع بعضينا ونتعامل كيف بحياتنا وكيف نتطور وكيف نحصل على السعادة بحياتنا وكيف ننجح. دي كلها أمور محتاجة زي ما تقولي كيورد أو دفعة، أو الناس عايزة تعرف إزاي. زي ما انتي شايفة كده الشباب كلها عندهم طموح بس مش عارفين إزاي يوصلوا للهدف بتاعهم. المحاضرة دي كلنا بنستناها من سنة للسنة علشان ضيف عزيز زي دكتور أحمد، وعدنا إنه هيقابل الجمهور بتاعه على أرض دريم لاند. النهاردة المحاضرة أنا مش عارفة أكلم الناس، أنا مش عارفة الناس تفهمني، أقول إيه للناس، أنا مش فاهمة الناس ليه مش بيفهموني صح. المحاضرة دي هتعلمنا النهاردة كل ده، نكلم الناس إزاي، نتفاهم معهم إزاي، وننبسط بيهم إزاي. الندوة تحمل أهدافاً عميقة في فنون التعامل مع الشخصيات المتنوعة، فكان مختلف الفئات العمرية حريصين على الحضور والاستفادة واكتساب الطاقة التي تحفز تعاملاتهم. مش أول مرة أحضر ندوة هنا في دريم، أنا حضرت كذا ندوة للموارد البشرية. شايفة أن في إقبال شديد على الندوات، شايفة أن ما فيش حد بيهتم بالموارد البشرية، لا بعد موت دكتور إبراهيم الفقي طبعاً.
شايفه ان الموارد البشريه دي جزء من حياتنا. الموضوع اللي بيتكلم فيه الدكتور احمد موضوع من اهم المواضيع اللي موجوده في حياتنا حاليا. معظم المجتمع دلوقتي في مشاكل نتيجه عدم التفاهم، محدش فاهم قوي ان في اختلاف في الشخصيات، كل واحد بيحاول يقنع اللي قدامه من وجهه نظره هو، ودي مشكله كبيره. ان اوقات كتير قوي بنبقى كلنا صح لكن مش قادرين نوصل وجهه نظرنا لبعض. جاي اعرف ازاي بقى اعرف اتعامل مع الناس، والموضوع مهم فعلا بالنسبه لي، فهشوف ايه الدنيا وان شاء الله يعني استفاد بكذا حاجه من حاجات. نادي دريملاند ليس ناديا رياضيا فحسب، بل يهتم بالجانب التنموي والتثقيفي، لذا كانت ندوة الدكتور أحمد عمارة هي إحدى أهم الندوات التي تهم الشباب وتحفز قدراتهم الإيجابية. جاكلين ماهر، صباح دريم. اهلا بكم مره تانية ومشاهدينا، ومعاد فقرتنا الرئيسيه الاولى لهذه الحلقه. زي ما نوهنا في البدايه هنتكلم عن نموذج يعني يبعث الامل، نموذج مشرق، نموذج فيه يعني ناس كتير جدا بتستمد طاقه ايجابيه وامل منه. انا الحقيقه سعيده جدا النهارده باستضافه برنامج صباح دريم لعزه عامر، ملكه جمال ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بيكي عزه. اهلا وسهلا. عزة، انا يعني عايزه اقول لك ان انت من امبارح، من ساعه ما الناس عرفت ان انت ان شاء الله يعني هتكوني موجوده معانا النهارده، وناس كتير جدا كانت عايزه تعرف ايه القصه. انت خدتي مجال يعني صعب جدا، وانا عارفه ان انت موديل كمان وبتحبي الازياء وبتحبي الحاجات دي كلها. احكي لي بقى الكلام ده من انت عمرك كام سنه الاول؟ 28. طيب احكي لي بقى ابتديتي ازاي؟ هو انا ابتديت الاول من على الفيس، كل حاجه من على الفيس الاول. اول حاجه كان في مسابقه وكده، وبعت صوري، اتصورت وبعت صوري، وبدات بقى بدات المسابقه من الفيس. تمام. المسابقه دي عباره عن ايه وتحت رعايه مين؟ الدكتوره مي البنا. تمام. ايه بقى التفاصيل؟ واحكي لي كده كواليس المسابقه كانت عامله ازاي انت وزميلاتك، وكلميني بقى كده عن الكواليس. هو كان حاضر المهرجان السفيرة الفلسطينية والسفير السعودي ونائب نائب الوزير والمحافظ، وكان موجود في اسكندرية. تمام. معمول في اسكندرية مسرح الأنفوش. تمام. قولي لي بقى انت دارسة ايه عزة؟ لا ما كملتش. ما كملتيش. بس بتحبي تدرسي ايه؟ انت واقفة لحد فين في الدراسة؟ ما حد خط عربي بس ما كملتوش. ما كملتيش. رسم. رسم. انت عشان كده مهتمه بالازياء بقى. عشان بتحبي الرسم. طب قولي لي ما كملتيش ليه؟ ما حبيتش. ما حبيتيش؟ يعني ما كنتش حابه الدراسه. طب ما غيرتيش ليه ان انت تكملي؟ هي كانت صعبه اصلا. يعني كمان المحافظه بتاعتي ما كانش فيها مثلا الكليه اللي انا عاوزاها. انت كان نفسك تدخلي كليه ايه؟ اعلام. اعلام؟ طب وكان طموحك ايه؟ يعني غير الازياء نفسك تعملي ايه؟ حاليا ابقى سفيره 57. تبقي سفيره ل 57؟ اشمعنى؟ انا بحبه. بستمد طاقتي منه. طيب 9000 فولور على صفحتك على فيسبوك. بيستمدوا منك طاقه ايجابيه، بيستمدوا منك امل. خلينا نتكلم شويه بصراحه ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن ان سنه 2018 هتكون سنه لذوي الاحتياجات الخاصه، واللي انا بحب دايما اقول عليهم ذوي قدرات خاصه زيك كده. لان انت فعلا عندك قدرات خاصه، انت ما شاء الله يعني بتعملي كذا حاجه ويعني مبدعه في كذا حاجه. انا عايزه اعرف دلوقتي انت التجربه بتاعتك بتعلمي الناس منها ايه؟ ما يقاسوش. ايه الاحباط اللي انت تعرضتي له طول حياتك وخلاكي تبقي عندك الاراده دي؟ لان الاراده دي اكيد يعني مستمده من حاله مش حلوه. ايوه. فايه بقى الحاله اللي مش حلوه؟ كذا عمليه فاشله. كذا عمليه فاشله، وكنت مولوده عادي برضك، ودواء برضك فاشل عمل كده، يعني كذا حاجه فاشله هي اللي نجحت. يعني انت كنت مولوده عادي. وحصل معاكي عمليه فاشله الاول، ولا دواء فاشل عمل فيكي كده؟ تطعيم فاسد. تطعيم فاسد؟ ده وانت عمرك كام سنه بقى؟ 6 شهور. التطعيم بتاع شلل الاطفال ده كان فاسد. التطعيم كان فاسد. وهو اللي عمل كده. وبعدين مش انا لوحدي، انا وكل اللي خد المصل. كل اللي خد المصل ده حصل معايا كده.
يعني طبعا انا اكاد اجزم ان المسؤول عن الكلام ده ما اتحاسبش ولا حصل له اي حاجه ولا اي حاجه ضيع يعني مش عايزه يعني مش عايزه ادخل في التفصيله دي بس يعني تطعيم فاسد يعني شويه ازازه فيها تطعيم بايظ حاجه يعني ماساه بس عموما انا شايفه ان حصل معاكي العكس حصل معاكي ان انت بقى عندك اراده قد يكون انت لو ما خدتيش تطعيم فاسد ده كنت بقيتي واحده عاديه خالص يعني ولا حد يعرف عنك حاجه فبعد كده عملتي كذا عمليه بقى وفشلت النتيجه لايه نتيجه اهمال دكتور برضو يعني انت عايشه قصه مع الاهمال الطبي مع الاهمال الطبي بس تمام وبعدين قولي لي بقى احكي لي كده في المدرسه كنت بتعملي ايه يعني كنت شقيه برضه كان انا عارفه اصل احنا عندنا دايما بيبقى فيه ايه زمان يمكن دلوقتي الموضوع اتحسن شويه كان في نظره كده معينه للمجتمع لا ما بتفرقش معايا ما فرقتش معاكي ولحد دلوقتي ما بتفرقش معايا خالص تمام بالنسبه لدراستك انت بتحبي الازياء بتحبي الموديلنج بتحبي الحاجات اللي هي اللي ليها علاقه بالموضه ما فكرتيش تعملي حاجه ليها علاقه بالكلام ده غير مسابقه ملكه الجمال ما انا بقيت عرضت ازياء لا قصدي تصممي تدرسي تصميم ازياء تعملي حاجه زي كده لا ما انا حابه ابقى حاجه تانية برضو هو انا بعمل المجال ده عشان يدخلني لحاجه تانية فمش عاوزه اركز فيه جامد انت عايزه تبقي سفيره 57 ان شاء الله بتعملي مجهود ايه عشان توصلي اعلانات 24 ساعه ليهم بتعملي اعلانات ليهم تمام طيب عندك طموحات تانية يعني على مستوى الشغل نفسك تعملي حاجه معينه نفسك يبقى عندك يعني امل يعني يعني عندك مشروع امل اكتر ايه اللي بتحبي تعمليه اكتر من كده انا بحب يعني اي حاجه فيها تحدي احب اخش فيها مين اللي بيشجعك يا عز؟ ماما من اول الطريق عندك اخوات؟ كتير كام يعني مش عارفه كام؟ كام احنا خمسه خمس بنات؟ اربعه و تمام شاب وبيشجعوكي ازاي بقى يعني دورهم ايه في حياتك؟ هم ضدي اصلا على طول ضدك ليه بس؟ ده انا شايفه معاكي بنتين زي القمر اخواتك دول صح؟ اللي جم معاكي مامتي واختي مامتك واختي والله تصدقي كنت فاكره مامتك واختي ما شاء الله طيب قولي لي ضدك ليه؟ احكي لي لا هو هزار بس يعني اخوات على طول بيهزروا معاكي تمام مين يعني مين الجهه او مين الشخص اللي احبطك على طول الطريق خصوصا وانت بتخوضي مسابقه ملكه الجمال ممكن شويه ناس مثلا لما كنت بنزل حاجه ولا كده لا ما تعمليش كده مش عارف ايه ما كنت ساعات بمسح الكومنت بتاعهم وبكمل ليه بيقولوا لك ما تعمليش كده لان هم اصلا يعني ممكن ما يكونوش مستوعبين يعني اللي زيك لا يقعد في البيت يقعد في الاوضه بتاعته ومش عارفه ايه زي بعض الناس اللي هم عايشين الحياه دي بس انا ما عملتش كده ما عملتيش كده بتلاقي صعوبات في حياتك وانت ماشيه في الشارع وانت بتروحي ايه الحاجات اللي نفسك تعمليها يعني خلينا بقى نتكلم على ده عشان نطالب المسؤولين بيه ايه الصعوبات ايه اللي الشوارع الشوارع مش نافعه خالص لحد ذوي الاحتياجات خاصة نهائي تمام بالذات في بلدي بلدك البحيرة طيب ايه تاني بيضايقك؟ ايه تاني بيضايقني؟ لا مفيش حاجة بتضايقني الطرق بس؟ يعني انت مش ما عندكيش مشكلة خالص غير في الطرق؟ تمام ما عندكيش مشكلة في تعاملات مع الناس بتروحي تخلصي ورق والمواصلات تمام طب خليني اسالك سؤال لو في المسابقه دي اتعمل منها او بعد كده فيرجن عالمي شويه هتشتركي ما انا اصلا ناويه اكمل للعالمي تكملي للعالمي انت المواصفات بتاعه ملكه الجمال في المسابقه اللي انت دخلتيها كانت ايه ملهاش علاقه بالجمال ملهاش علاقه مع انك اموره ما شاء الله بس هي ملهاش علاقه ليها علاقه بايه يعني ده في دكاتره معايا كمان وسباحين يمكن انا اقل حاجه فيهم طب وكسبتي ازاي التتويج لسه بعد العيد ان شاء الله تتويج وكانوا 200 متسابق معاكي تمام قولي لي بقى طب ايه الاسئله اتسالتي اسئله اتسالتوا حاجه المسابقه كانت عامله ازاي ده هو المهرجان كان يعني ده المهرجان لسه بقى المسابقه اللي هي الاساسيه لسه بعد العيد التتويج بقى التتويج طيب احنا معانا صوره لعزه ممكن نشوف الصوره
طيب نشوف الصوره يا جماعه بعد اذنكم. طيب عزه الصوره دي فين؟ ده كان فوتو كده مصور كان جاي بيصور. تمام نشوف ده. انت ده سيشن انت عاملاه. اه لو انت بتحبي اهو التصوير بقى وبتحبي ال وانا اللي بعمل ميك اب. انت بتعملي ميك اب لنفسك؟ اه اه وانت عندك مواهب كتير قوي يا عزه يعني ما شاء الله ممكن تعملي حاجات كتير. عايزه تبقي سفيره بس ل 57 ولا عندك طموحات تانية مثلا في تمثيل؟ تمثيل والله كنت هقول لك كده تنفعي ممثله فعلا يعني. اشمعنى بقى التمثيل؟ انت حاسه انك عندك موهبه صح؟ مين اول حد قال لك انك عندك موهبه؟ ناس كتير. مين؟ اصحابي. اصحابي كلهم. عشان بقعد اضحكهم ليل ونهار كده يعني. انت تعملي تبقي ادوار كوميدي؟ تعملي ادوار كوميدي؟ تحديدا ليه؟ انا بحب ساعات بعمل افيهات كده مع انا واصحابي وكده ونقعد نضحكوا مع بعض وكده. تمام. طيب قولي لي هتعملي ايه بقى عشان تدخلي مجال التمثيل؟ مش عارفه لسه. مين بتحبي مين من ممثلين الكوميديين؟ تامر حسني. طب بتحبي مين من ممثلات الكوميديات الستات؟ احنا ما عندناش كتير على فكره. عبله كامل. عبله كامل. تمام. انت بتحبي ايه اكتر حاجه لعبله كامل؟ اتكلم ماما. كلم ماما؟ اه. انهي مشهد؟ لما كانت رايحه لبنتها الجامعه. طب وريهولي كده بقى. ايه؟ وريهولي انا بعمل لك اختبار تمثيل اهو عشان اكتشفك بسرعه. لا عشان بس انا مش فاكره المشهد. مش فاكره يعني المشهد. انت عايزه تبقي ابتداء عبله كامل او زي عبله أيوه. كامل. تمام. انت بتحبي تتفرجي على مين عامه؟ طالما انت بتحبي التمثيل يعني. تامر حسني. مثلا مسرح مصر، تياترو مصر، الحاجات اللي هي الكوميديه دي. بتحبي الحاجات الكوميديه؟ نفسك المسارح اكتر. تقفي قدام مين من الممثلين تمثلي قدامه؟ ممثل علي ربيع. علي ربيع ومين تاني؟ هم كلهم. يعني لا طموحك اصل دايما يبقى اي كل ممثله كده نفسها تقف قدام ممثل او فنان كبير او فنانه كبيره تمثل قدامه او تستمد يعني قوه وخبره منه. مين اللي كان يعني نفسك تقفي؟ هو اللي انا نفسي امثل معاه اصلا تامر حسني. تامر حسني. بتحبي انت تامر حسني؟ اه. انت ما بتعرفيش تغني؟ بيحكي يعني. عليا صح؟ بتعرفي؟ تعرف؟ يعني بسيط. بسيط ايه يعني؟ ما نسمع البسيط ده. ما انا ما بحفظش. عيب ان انا ما بحفظش. يا عزة ولا لتامر حسني حتى؟ لا هيزعل حتى. يعني بقالك نص ساعة عمالة تتكلمي على تامر حسني ومش عارفة مش حافظة له أغنية، ما ينفعش يعني الصراحة. إيه أكتر أغنية تحبيها تامر حسني؟ كل أغانيه حلوة أصلاً. نور إيه؟ عيني. طب سمعينا بقى نور عيني. مش حافظة والله. ما بتحفظيش أغاني؟ طيب بالنسبة لدراسة التمثيل تحبي تدرسي تمثيل ولا تحبي يعني لا أستمد أحسن؟ طب يعني ايه رايك في دراسه التمثيل؟ انت عندك موهبه فتكبري الموهبه دي او تعززيها اكتر. ما المشكله برضو في زي ما قلت لك من شويه المكان بعيد، انا بلدي بعيده. في اي كليه ولا في اي حاجه انا هدرسها هتبقى صعبه، صعبه جامد. انا بقول لك مش هتبقى صعبه. طب معاكي تليفون قولي الو بقى. الو. قولي بصوت عالي يا عز. الو. ممثله صوت عالي. الو. ايوه. أيوة انت مش عارفه مين اللي بيكلمك؟ دي مام. ايوه معانا الحاجه منال والده عزه. ازيك يا حاجه؟ الله يخليك. انا سعيده بيكي جدا يا حاجه وسعيده بعزه جدا. سعيده بالاراده والطاقه الايجابيه اللي هي اديتها لنا كده على اول اليوم، مبسوطه بيها جدا. حاجه منال ايه يعني اكتر يعني حاجه بتتمنيها لعزه؟ عايزين نعمل ايه لعزه؟ عايزين نعمل لها هديه كده على الهواء. تحبي تطلبي ايه؟ الو. ايوه معاكي. معايا سامعاني؟ ايوه سامعاكي. طيب ايه اكتر حاجه تتمنيها لعزه؟ ان ربنا يهديها. اكتر حاجه اتمناها لعزه اللي هي ايوه سامعاكي. وطي اقفي بس وطي التلفزيون يا حاج. الو مش عارفه اسمع كويس يا جماعه. الو. أيوة. يا حاجه انت معانا ولا الخط قطع؟ ايوه معاكي. بقولك ايه اكتر حاجه نفسك عايزه تعملها؟ اكتر حاجه انا نفسي عايزه تعملها اللي ربنا يشفيها. تمام.
وايه كمان؟ وان ربنا يهدي اللي هو ربنا يشفيها. بس عزة نفسها تبقى ممثلة، ايه رأيك؟ ايوه نفسها تبقى ممثلة ان شاء الله ربنا يوفقها. عايزة تقولي حاجة لماما؟ ايه؟ عايزة تقولي حاجة لماما؟ لا هي عارفة اللي هي كل حياتي اصلا. ربنا يخليها لك ويخليكوا لبعض ان شاء الله. تمام. طيب يعني انت عن مشكلتك في دراسة التمثيل يا عزة ان انت ممكن تجدي صعوبة في ان حد يدرس لك او ان انت تروحي المعهد. صح؟ دي بس المشكلة الوحيدة؟ واذا يعني حد ساعدك مثلا في ده هتكملي دراسه مش كده؟ لان يعني انا شايفه ان انت عندك نسبه من الذكاء ونسبه من الاراده، وحرام يعني ان انت ما تكمليش دراستك مش كده؟ ان شاء الله. ولا انت كسلتي خلاص ولا ايه؟ لا 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 ما بكسلش. طيب خلينا نرجع ل 57 يا عزه، وعايزه ايه اللي دخلك بقى في قصه ان انت عايزه تبقى سفيره ل 57؟ حابه ايه اللي يعني ايه اللي لفت نظرك؟ بتعملي مجهود معاهم ليه؟ هم اكتر ناس بتتألم وبتضحك. يعني انا قابلت كذا حد يعني منهم ده بيقوموا من العمليات بيضحكوا يعني، وكيماوي بعد الكيماوي برضو بيضحكوا، واكتر ناس بتتوجع. صحيح. الاطفال. تمام. عشان كده انت حابه ان انت تبقي سفيره ليهم، تنقلي الصوره دي. اكتر حاجه هتنقليها لما تبقي سفيره ايه؟ اكتر حاجه ضحكتهم. علشان ان هم بيضحكوا رغم الالم، ولا عشان هم يعني بيتغلبوا على الالم بالضحك؟ ايوه بيحاربوا الألم بالضحك. مالك؟ لو افتكرت مشهد كده. ايه المشهد؟ ايه؟ ايه المشهد اللي افتكرتيه؟ لا كان يعني بنوتة كده جميلة كانت داخلة بتشيل يعني حاجة بسبب الموضوع ده برضه من جسمها. احكي لنا. ايه؟ احكي لنا. ايه والله هي طلعت تضحك. اللي كنت مستغربة له. هي الأول جالها انهيار، بعد كده لما ركزت شوية طلعت ضحكت. هي خرجت من العملية بعد ما شلت الورم بتضحك. لا بعد ما شلت رجليها. بعد ما شلت رجليها؟ من الورم. بسبب الورم؟ ما عرفوش يشيلوا الورم فشالوا رجليها. فهي خرجت عادي بتضحك ما عندهاش مشكلة. وصلت لحد فين؟ ما أعرفش أنا حاجة لحد دلوقتي. أنت اتعلمتي البنت دي إيه يا عز؟ إيه؟ اتعلمتي منها إيه؟ انا كنت كمان جنبها كنت بعمل عمليه كبيره يعني، بصيت لها قلت اللي انا ما في اللي فيا ده ما في مش في حاجه. يعني بطلت حتى اتوجع قدامها، اتحركت منها. كسفتي تتوجعي قدامها يعني. الالم بتاعك كان بالنسبه لها ولا حاجه يعتبر. نفسك في ايه يا عز؟ ايه نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ لسه مش ما انا قلت لك كل حاجه. ما نفسكيش في حاجه دلوقتي يعني معينه ما قلتيهاش طول الحلقه؟ نفسي اللي في البيوت دول يطلعوا. ايه اللي في البيوت دول؟ اللي هم على الكراسي. في واحد ما بيطلعش بقاله 19 سنه. عشان على كرسي. بس انت على كرسي وبتطلعي. انا عايزه بقى هو رخر يطلع. انا عايزه غيري وغيري يطلع. طب نقول لهم ايه عشان يطلعوا؟ ايه؟ لا تقولي لاهاليهم. اهاليهم بيتكسفوا منهم؟ لا اهاليهم هم اللي مش بيخرجوه. ليه؟ معرفش بقى هم ما بيش بيخرجوه. كلميهم وقولوا لهم خرجوه. كلميهم انت. ماشي. فضلي اتكلمي. خرجوهم. خرجوهم عشان هم عاديين يعني. طيب اللي احنا النهارده يا جماعه اتعلمناه من عزه يعني فعلا زي ما قلت لكم كده في البدايه، الاعاقه اعاقه الفكر، اعاقه الاراده. يعني واحنا قاعدين كده مع عزة وشايفين ضحكتها الحلوة دي وأحلامها، وإن شاء الله كل أحلامها هتتحقق. المجتمع اللي بينظر لذوي الاحتياجات الخاصة بأن هو حاجة أقل منه، ده يبقى مجتمع مريض. يبقى هو المجتمع اللي عنده إعاقة إرادة وإعاقة فكر. الناس دي بيطلع منها مواهب كبيرة جدا، احنا اللي بنتعلم منهم نستفيد منهم. دمجهم في المجتمع مهم جدا جدا، علشان هم مواطنين ليهم حق وليهم حق علينا احنا كمان. عزة انا بشكرك وبحييكي جدا وشكرا على ان انت جيتي. معلش انا عارفه انت جايه من بعيد قوي، بس كان يهمنا ان انت تكوني موجوده معانا النهارده يا عزة. بشكرك شكرا جزيلا.
مشاهدينا بعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن الامتحانات وعن شاومينج والمناهج، ابقوا معنا. مرة أخرى بكم مشاهدينا، ولسه بنتكلم عن التعليم اللي ما بطلناش نتكلم عنه بقالنا وقت طويل جدا. النهاردة وفي هذه الفقرة هنتكلم تحديدا عن المناهج والامتحانات. المناهج مخلية في فجوة ما بينها وما بين الطالب وولي الأمر، عشان كده بيحصل ما يسمى بالغش، وبقى الجديد بتاعنا بقى اللي بيحصل إيه، شاومينج تسريب الامتحانات. اللي حصل ان وزارة التربية والتعليم قالت ان احنا ما ينفعش ننساق ورا تهديدات شاومينج، وان ما فيش تسريب امتحانات هيحصل، وناخد بالنا يا اولياء الامور، والحاجات اللي بتطلع على الانترنت دي مش حقيقية، اللي هي النسخ او نماذج الامتحانات. وامتحان العربي بالجيزة خرج من مدرسة النصور بتاع سنة اولى ثانوي، لحد دلوقتي جاري التحقيق. للأسف تم تسريب الامتحان بتاع سنة أولى ثانوي عن طريق شاومينج. طيب الكلام ده الأول بيحصل ليه؟ بيحصل عشان في قصور كتير جدا في منظومة التعليم، في مشاكل كتير، والمشاكل دي مش السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، المشاكل دي بقى لها سنين طويلة جدا، يمكن عشرات السنين عندنا مشاكل كتير في منظومة التعليم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر ونرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، أستاذة ميادة عبد الله أدمن صفحة تمرد على المناهج، أهلا بيكي. أهلا بهلا. برحب أيضا بسيادة النائب محمد العتماني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب، أهلا بيك سيادة. أهلا بحضرتك فندم. طيب أستاذة ميادة، الصفحة بتهدف لإيه بالظبط؟ إيه اعتراضاتكم الأساسية على المناهج التعليمية؟ والله إحنا عملنا الصفحة تقريبا من سنتين ونص، بعد ما وصل الحال بأولياء الأمور أو الأمهات، يعني خاصة إن هم اللي محتكين اكتر بالموضوع، فبعد ما وصل الحال ان احنا بقينا لامسين المشاكل بتاع التعليم جوه البيوت، فما كان منا غير ان انت بس عايزه تبدي اعتراض، تقولي في مشكله هنا، تقولي في حاجه لازم حد ياخد باله منها. انتوا الوزاره دايما بتقول كله تمام والدنيا تمام، احنا مش شايفين كله تمام. فالسنه اللي فاتت اعتراضنا جامد قوي ووصل صوتنا الحمد لله. احنا صفحتنا دلوقتي عدت 270 الف ام ولي امر طالب معلم، تقريبا فيها شرائح كتير من كل الشرائح دي معترضه على المناهج تقريبا في كل مراحل التعليم، في كل المراحل التعليميه. فالناس بصراحه كلهم كل اللي بقى عنده مشكله يقولها. صغنا مشاكل كتير جدا ونقلناها للوزاره، ونقلناها لمجلس الشعب، لجنه التعليم في مجلس الشعب، وحضرنا اوريدي جلسات في مجلس الشعب، جلسات استماع للجنة التعليم. حاولنا بكل الطرق ان احنا نقول لهم يا جماعه في هنا احنا حاسين مشكله كذا ومشكله كذا ومشكله كذا. تمام. مش هنقول ان في مشاكل خالص اتحلت خلال السنه اللي فاتت، بس يعني بدا يظهر في الافق كده بارقه امل بعد تولي دكتور طارق الوزاره. طارق شوقي. لانه حد بصراحه متعاون جدا. وان كان تعاونه ده بدا يعني يقلب علينا احنا كاولياء امور، لان هو الناس لما حست ان دكتور طارق متعاون قوي، وان هو يعني عايز يسمع ولي الامر وعايز يسمع الطالب وعايز يسمع المعلم، جروبات كتير قوي بدات تتعمل، وعارفه الجروبات صغيره، كل حد عاوز مشكله يعمل جروب ويناشد سياده الوزير. بس خلي بالك، اصل دي قضيه امن قومي، ومن حق اي مواطن ان هو يتواصل مع المسؤول عشان ينقل الصوره او ينقل الشكوى الخاصه بيه، خصوصا لما احنا بنتكلم على مشكله كبيره زي مشاكل التعليم. انت برضو استاذه ميادة ما قلتليش اعتراضكم ايه على المناهج. المناهج كلها يعني تقريبا في حاله تكدس وحشو وتكرار مبالغ فيه باعتراف كل الخبراء التربويين. المناهج مش هي المشكله الاساسيه، كمان المشكله الاكبر منها
تقويم المنهج، الامتحان اللي بيتعمل على المنهج، اسلوب التقويم اللي احنا متبعينه، ان احنا نحفظ الطالب مجموعه من المعلومات يدخل ايا كان بقى أيًا كان. نوع هذه المعلومات يعني هاتي اي طالب دلوقتي حفظيه مجموعه من المعلومات، هيدخل الامتحان يكتب المعلومات اللي هو حفظها ويروح وخلاص اوريدي المعلومات ده كده ما اتعلمش، ده اسمه محو 100. بالظبط يعني اللي انتوا بتعملوه من اول الحضانه لحد ثانوي ده طول السنين اللي فاتت اسمه محو 100، يعني ما عملناش بيخرج يعرف يقرا ويكتب، ده لو عارف، ده لو عارف. انا بلاقيه في سنه ثالثه وثانيه في الكليه ما بيعرفش يقرا ويكتب برضه. فانا عندي يعني احنا لقينا ان يعني كل نواتج التعلم اللي خارجه من العمليه كلها تقريبا صفر، المحصله كلها صفر. ست النائب رايك ايه في الكلام ده؟ هو بالفعل ده صوت كل مواطن مصري، انه العمليه التعليميه في مصر منهاره، وانه سواء القائمين على العمليه التعليميه او المناهج او جميع الامور المتعلقه بالتعليم في مصر محتاجه دراسه جديه، ويمكن ده احنا بدانا بيه في لجنه التعليم في الدور التشريعي ده في اول الدور. هيئه المكتب بقياده الدكتور جمال شيحه عملنا اكتر من لجنه استماع، وحضرها الدكتور طارق كان وقتها مستشار الرئيس، وسمعنا كل وجهات النظر في هذا الامر لوضع استراتيجيه حقيقيه للنهوض بالعمليات التعليميه يكون هدفها البحث والتفكير، ما يبقاش القصه كلها مجموعه معلومات الطالب بيحصلها بيوضعها في ورقه الاجابه وبعد كده اكنه ما حصلش حاجه. لا، احنا هدفنا ان الطالب يبقى عنده اسلوب جيد في البحث عن المعلومه عشان في النهايه نقدر نقيمه بالابداع اللي هيقوم بيه في اخر السنه. طيب سياده النائب، بما ان انت حلقه الوصل ما بين الحكومه والمواطن، يعني حضرتك صوت المواطن عند الحكومه، تمام؟ الناس يعني في يعني معلش تصرف كده غريب شويه، ان انا بسمع يقول لك لا الاهالي هي اللي بتقول العيال غشوا عشان نخلص. هو ما حدش يقدر ينكر ان الانفلات الاخلاقي اللي احنا فيه وتخلينا عن جزء كبير من مبادئنا في يعني الفتره اللي فاتت اثرت على هذا الامر. اصبح ولي الامر النهارده بسبب صعوبات الحياه والعيشه اللي الناس عايشاها عايز الولد يعدي السنه وما يرجع لهاش تاني، يغش مجهوده، المهم في النهاية ان ما يرجعش يصرف عليه سنة كاملة تاني. ضيق الحياة ده بوظ له اخلاقه. ضيق الحياة ده أثر كتير جدا على تصرفات ومبادئ بعض الناس. لذلك احنا يعني شايفين انه المجتمع جميعا مسؤول عن الانحدار في العمليات التعليمية. مظبوط، انا موافق حضرتك تماما. مش المسؤولين فقط، لا مش المسؤولين، وعمر ما المسؤولية ما مشكلة في دولة بيكون فيها المشكلة في المسؤول بس أو في المواطن بس، المشكلة عند الاثنين، يعني إحنا الاثنين مشتركين فيها وإحنا الاثنين لازم نشترك في الحل. طيب اسمحوا لي بس أبتدي أستقبل تليفونات السادة المواطنين. معايا علياء. علياء. السلام عليكم. عليكم السلام يا علياء، اتفضلي. معاكي علياء الجميلي، أدمن جروبات ثالثة ثانوي. اتفضلي. كنت بتكلم على التسريب والغش وشومينج. اتفضلي. نرجو لان احنا اتبهدلنا جدا السنه اللي فاتت، الناس اتبهدلت. نامل ان احنا نوعي الناس، نقول لهم اللي اي حاجه عن شومينج يبلغوا عنها ضروري، لان احنا الشخص اللي مذاكر او الطالب اللي مذاكر بيضيع حقه في وسط الكلام ده وفي وسط التسريبات دي، ما بياخدش حقه، بيحصل قلق زي ما حضرتك شايفه. نرجو لكل الموجودين والإعلام نوجه رسائل. احنا بالنسبة لحملاتنا كلها سواء كل الحملات الموجودة معنا في التعليم عملنا بيان ونزلناه كله لكل الحملات ولكل الطلبة، بنقول لهم اللي مفيش تعامل مع شامينج، ولو في أي حاجة بيتبلغ عنها سواء امتحان أولى ثانوي يتسرب يا مدام علياء. ما هو اولى حاجه وثانيه وثالثه حاجه وثالثه ثانوي دي حاجه ثانيه، احنا برضو عندنا امل ان شاء الله ما فيش تسريب. لغايه دلوقتي حضرتك متمسكه ان ما فيش تسريب. يعني الشاومينج مش هيسرب امتحان ثانيه ولا ثالثه ان شاء الله مش هيسرب، طول ما احنا مع بعض وطول ما الحملات موجوده مع بعض وطول ما الوزاره متكاتفه معانا. اولا هم ادونا فرصه ان احنا نروح، احنا كنا في المؤتمر اللي فات ده كحملات، هم بيشاركونا، احنا برضو كأولياء أمور رحنا عملنا الجدول معاهم. يعني السنة دي أنا حاسة اللي فيه اختلاف شديد، فبالتالي احنا كلنا. طيب أصلا أنا عايز أقولك على حاجة، يعني أنا ما أحبش الإحباط، بس أنا يعني التصريح كان طالع من الوزارة يا مدام علياء إن امتحان أولى ثانوي مش هيتسرب ولا في امتحان هيتسرب وده استحالة،
والامتحان في مدرسة النسور اتسرب بالفعل عن طريق شاومينج. تمام بس أنا أضمن هل قبل ولا بعد؟ بعد التصريح. طب حلو جدا، يعني ما فيش حاجة اتسربت مثلا الا بعد، يعني شخص فرد خد الموبايل وصور، طيب احنا دخلنا هو صور ليه؟ في فرق بين التسريب قبل اللجنه، يبقى طب هو الامتحان يتسرب بعد اللجنه عادي، احنا مش عايزين يبقى في تسريب. يبقى ده تصرف فردي من حد جوه المدرسه مش شاومينج. هو كل الحكايه ان هو خده وبعته لصفحات الغش، فهي اتعاملت مع الموضوع. لكن هي تقصد مدام علياء ان كلمه تسريب يعني الامتحان يخرج من وضيع الامتحان قبل الامتحان، زي ما حصل السنه اللي فاتت في امتحانات كتير. طيب شكرا يا علياء. معايا مين يا جماعه؟ معايا احمد من القاهره. صباح الخير استاذه مها. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا استاذ احمد. النقيب عامل ايه؟ ازيك يا فندم؟ مش هترقى بقى خلاص، بقالي كتير نقيب. خلاص ده هيبقى لقب على طول ان شاء الله. بقول لحضرتك يعني بصراحه والله يا جماعه احنا معانا رئيس جمهوريه جميل جدا وراجل واحد والله بيتعلم منه من خطاباته ومن كلامه وكل حاجه. انا بحلم ان يعني وزير التربيه والتعليم الحمد لله السنه دي مش هيكون في تسريب، لان في جهات سياديه هي اللي هتطبع الامتحانات، وفي يعني انا شايف حتى ان السنه دي هم قايمين بدورهم كويس جدا. تمام. بس انا نفسي يعني كذا مره اعمل مداخله، انا نفسي بس وزير التربيه والتعليم نمره واحد. سياده النائب قاعد اهو، اقول له ينقل الكلام كله. يا ريت يا سياده النائب نمره واحد، عايزين الدين ماده اساسيه تتدرس من ابتدائي لغايه اعدادي وثانوي علشان ويتاخد عليها درجات المجموع، عشان احنا بنتكلم على الخطاب الديني. لو حطينا الدين بقى اساسي هنمنع الطالب، هنعرفه يعني ايه الغش، يعني ايه الحرام، ويعني ايه الحلال. الولاد بيسيبوا كتاب الدين لغايه اخر السنه عشان مش داخل في المجموع وخلاص. عشان انا بقى عندي معتقد ان انا لازم اقعد الم في درجات واجمع في درجات علشان مش مهم بقى، يعني مش مهم انا فاهم مش بالزبط فاهم مش قصتي بالزبط. المهم اجمع في درجات. ما ده المبدا اللي حطيته. الحاجه الثانيه بقى المنهج في التربيه والتعليم، يعني يا ريت يعني مثلا عايزين نرجع زي زمان، الثلاث حصص الاولانيين دراسه عباره عن مثلا زي ما قلنا قبل كده تاريخ عربي انجليزي مثلا بريك، تاني ثلاث حصص التانيين اسئله واجوبه للطلبه تكتب بايديها. هاتي طالب، هاتي واحد خريج بكالوريوس تجاره ومليه قطعه عربي، مش هيعرف يكتب لك الكلام، مش هيعرف مش هيعرف. هي دي لازم ان التربيه والتعليم الدين والثلاث حصص التانيين وينزل المفتشين. القانون الجديد بتاع التربيه والتعليم اللي هيتعمل يا ريت يتحط فيه الغاء السناتر وتبقى جريمه. تمام. وحضرتك طيب؟ شكرا استاذ احمد على المتابعه. سياده النائب نسمع تعليق حضرتك. هو انا سمعت بس قبل يعني اضافه لكلام الاستاذ احمد ان في ماده هتضاف في السنين اللي جايه اسمها القيم والاخلاق، فياريت حضرتك بس تتكلم دلوقتي هل في يعني هو كلمة واحدة مادة الدين دي لا يمكن إلغائها من التعليم، أما إنها تكون مادة أساسية بدرجات فأنا مع هذا الرأي، لأنه في النهاية يعني وإحنا كلنا كنا طلبة ومرنا بالتجربة دي، إن مادة الدين لما بيكون درجاتها ما بتضافش للمجموع بالتالي أنا بهمل مذاكرتها. لكن مش هو ده العامل الأساسي في تربية المواطن مادة الدين، لأن هي قاصرة على مجموعة من النصوص أو بعض الآيات. احنا محتاجين خطبائنا في المساجد، محتاجين مدرستنا والمدرسين بتوعنا ودوراتهم التدريبية في التربية على المبادئ. يعني أنا مش مرتبط بمادة الدين بس كمادة أساسية، لا أنا مرتبط كمان بالأوقاف، بالأزهر، بالكنيسة، بالإعلام، بكل مؤسسات الدولة إنها بتساعد في تغذية العقل المصري بالمبادئ الدينية السليمة. طيب أستاذة ميادة كانت بتقول إن ده سيستم حطيته الوزارة حكاية التحفيظ دي، الحفظ أو الصم، وإحنا كلنا مشينا عليه بقالنا سنين وإحنا مش عايزين إن ده يا فندم يتكرر، يعني مش عايزينه بقى يبقى في السنين اللي جاية، يعني كفاية بقى إيه إن إحنا نتيجة لإهمالنا للتعليم حصل تطرف، نتيجة لإهمالنا في التعليم حصل جهل وبالتالي حصل ما يسمى بالبلطجة، نتيجة لإهمالنا في التعليم حصل عدم انتماء، حصل حاجات كتير جدا، جرائم
واحنا كنا مش حاسين ان الجرايم اللي احنا يعني زرعنا البذور بتاعتها اللي هي اهمال التعليم بقت اللي احنا شايفينه دلوقتي في البلد. فانا يعني المفروض يا فندم يكون في قرارات سياديه يعني نصف المناهج دي ونعمل بقى مناهج تانية، نعمل مناهج تانية بتربي المخ، بتربي الفكر، بتربي العقيده، بتربي ان الطالب يبقى عنده شخصيه اكتر من ان هو شاطر. انت بتحفظ نلغي فكره ان الدرجه هي دي اسلوب التقييم. انا بقى في هوس في البيوت وعند الطلبه ومدرسين خصوصيين ودروس خصوصيه، كل ده هدفه ايه؟ هدفه ان الطالب يجيب درجه، ايا كانت بقى الدرجه دي هتيجي ازاي، المهم ان هو يجيب درجه، يحفظ عشان يخش يجيب الدرجه. بقت ال 100% هي ديت الطالب المتفوق اللي هو المجتمع يحترمه ويخش حاجه اسمها كليه قمه، ويبقى في تمييز بين كليات قمه وكليات قاع وكلام كده. حاجه غير عمري ما شفتها في اي حته في العالم. بقى اللي جيب 95% نقول عليه فاشل، ما هو مش لاحق حاجه، مش عارف يوصل لحاجه، جايب 95 هو حافظ بنسبه بالظبط. هيخش الجامعه يسقط. بالظبط هو حافظ يعني بنسبه 95. يعني في سنه من السنين الطلبه بياخدوا 102% و103%، ضحكوا علينا الامم كلها. في حاجه اسمها 100% استاذ اينشتاين. يبقى انا لازم ارجع تاني اعيد اسلوب التقييم ده تاني. ارجع الغي فكره ان الدرجه هي دي. انا المنهج كبير جدا وفي جوانب كتير جدا تتقيم غير الجانب المعرفي اللي انا بقيمه للطالب بدرجه، في جوانب مهاريه، في جوانب ابداعيه، في ابتكاري، في انشطه، في حاجات كتير جدا ممكن تتقيم للطالب واخرج بيها منتج تعليمي محترم اقدر فعلا ان انا اقول عليه طالب طلع من مرحله تعليم. طيب اساسي كله. انا عايزه اعقب بس على قصه كليه قمه والكلام ده، بس اعرف بس الاول راي جيهان. الو جيهان، جيهان معايا ولا مش معايا جيهان؟ طب حاولي تكلمينا تاني. معانا مين؟ طيب سياده النائب، انا عايزه يعني اضم صوت لصوت الاستاذه مياده في انه لجنة التعليم فعلا تعكف على دراسة وضع استراتيجية حقيقية للنهوض بالعملية التعليمية، يكون أساسها إن احنا نلغي الكتاب المدرسي أساسا وقائمة على البحث، لأنه في النهاية تقييم الطالب مش مرتبط بإن أنا أخد درجة آخر السنة، لكن ده محتاج المدرس أولا. يعني أنا برضو عشان ما هو الطالب مش هيبدع بدون ما يكون معاه مدرس مبدع. يعني اما يبقى عندي مدرس بيبحث مش عنده كتاب او خط ماشي عليه ثابت كل سنه. طب عشان احنا كده دخلنا في قصه ثانيه خالص يا سياده النائب. المدرس كيفيه تاهيل واعداد المعلم علشان يبقى كفء ان هو يدرس مراحل تعليميه معينه بطريقه معينه، ده احنا كده عايزين استراتيجيه ثانيه بقى غير موضوع التعليم ده. ما هي الاستراتيجيه من وجهه نظرك اللي المفروض دلوقتي حضراتكم بتناقشوها عشان اعد مدرس؟ انا عشان اعد مدرس انا محتاج طبعا المدرسين الموجودين اوريدي خلاص، ده يعني بالنسبه لنا كمناهج جديده احنا محتاجين لهم دورات تدريبيه وعمليه. يعني ما يبقاش الموضوع عباره عن محاضره بيقعدوا في المحاضره يسمعوا كلمتين وبعد كده في منهم اللي بيعمل بيهم وفي اللي ما بيعملش. لا انا محتاج مش محاضرات نظريه بس، انا محتاج تدريب عملي للمدرس، وده يكون سنوي في الصيف. يعني كل سنه بنمي قدراته على البحث. المنهج اللي هو بيحضر منه يعني غالبا معظم المدرسين النهارده نفس الدفتر بتاع التحضير بتاع السنه اللي فاتت هو بتاع السنه دي. كل اللي بعمله السنه اللي فاتت بتاع من 10 سنين. يا فندم المناهج اتغيرت. يعني سنين. كله بغير التاريخ وبنقل نفس المضمون اللي انا محضر منه. لا انا عشان يعني اجعل الطالب او انشئ طالب مبدع لابد يكون عندي معلم مبدع. طيب اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا بقى كمان من الجانب الاجتماعي، العلاقه ما بين الطالب والمدرس. هرجع لحضرتك فيها حالا، بس ناخد تليفون معانا العمده عبد اللطيف من المنوفيه. صباح الخير يا استاذه ماهر، تحيه لحضرتك. اهلا يا عمده، صباح الفل. ودايما مهتمين بهموم المواطن ومشاكله. ربنا يخليك. تحياتي لحضرتك ولضيوفك وكل العاملين في صباح دريم. الله يخليك يا عمده. احنا هنقول كلام يمكن نتعاد ونتقال، بس بنقول ان المنظومه كلها عايزه تغيير شامل. احنا النهارده زي ما الضيفه الكريمه قالت عباره عن محو اميه، ويمكن 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 ما فيش حاجه، في ناس معاها شهادات تعليم متوسط وبتغلط في اسماء بلدها، يعني بيكتب اسمه بالعافيه يعني، ودي حالات موجوده. المفروض ان هو خاض مراحل تعليم كتير بيكتب اسمه موجوده بالعافية موجوده إزاي؟ يعني موضوع يعني يا ريت كمان في محو امين. القصه حضرتك قول ما المدرس لما بيتعملوش كشف هيئه زي الضابط وزي وكيل النيابه، لان ده معني بيه تربيه اجيال ونهوض بامه.
احنا بنعمل كشف هيئه للضابط ووكيل النيابه وهو بيتعامل مع خارجين على القانون. المدرس ده بيربي اجيال بينهض بامه، لازم يبقى اولا مؤهل نمره واحد، لازم اهتم بيه. نمره اتنين لازم دخله يزيد عشان راجل يبقى شبعان. جميل. دخله يزيد ازاي؟ نربط نتيجته في الفصل الشهريه بمرتبه المتغير. انا النهارده بقول انت ليك 2000 جنيه ثابتين كمدرس، انما ليك 4000 جنيه لو اجدت في الفصل مش في البيت، لان احنا لو لغينا المدارس. انا سعيده بالحوار المجتمعي يا هو سياده النائب موجود يسمع الاراء دي، يعني افكار كويسه. طبعا. كمل يا عمده اتفضل. النهارده المدارس والطلبه قعدوا في البيوت وراحوا السنترات وراحوا عند مدرسين ياخدوا درس، واخر السنه راحوا في اي مكان امتحنوا، هل في شيء هيتغير؟ مفيش حاجه هتتغير. يبقى احنا المليارات اللي بتنصرف على التعليم حاليا مهدره، لازم يبقى في حل، لازم يبقى في رؤيه خارج بره الصندوق عند الساده نواب الشعب اللي النواب اختاروه اللي الشعب اختارهم، لازم يبقى في رؤيه لانهم هم محتكين بالناس كل يوم واقدر الناس على انهم ينقلوا الصوره صح. اتمنى ان التعليم يكون نمره واحد، لان ده اللي هيبين اذا كانت مصر هتنهض او هنرجع لورا. شكرا يا عمده، بشكرك جدا. معايا جيهان رجعت لنا تاني. جيهان معانا؟ طب معايا حنان من اسكندريه. مع حضرتك حنان منصور من اسكندريه. اتفضلي يا حنان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا عندي فكره، ممكن لو مش عارفه ممكن تنفع. قولي قولي. لا قولي. ليه مش ليه ما بقاش مع كل ماده سيدي هايه فيها شرح مثلا لجميع المناهج بمختلف الفئ يعني الفكرات، بحيث ان الطالب يرجع لها ونحد شويه من ظاهره الدروس الخصوصيه. طب انت عايزه سيدي هايه عليها شرح بكذا طريقه من كذا مدرس مثلا؟ ده اللي انا فاهمه. يعني لكل ماده، يعني لكل ماده اللي فيها سيدي هايه، لكل مادة فيها سيدي هاي فيها شرح للمنهج كله بكذا طريقة، يعني بكذا طريقة يعني بحيث ان التلميذ يرجع لها لما يبقى مثلا عنده مشكلة مثلا او في مسألة مش فاهمها بطريقة معينة يرجع لها يشوفها. من ناحية هنساعد التلميذ ان هو يعني تبقى تشجيع انه يذاكر مثلا، خاصة ان هما في علاقة ما بينهم ما بين مثلا الكمبيوتر وكده. ومن ناحية تانية نحد شوية من ظاهرة الدروس الخصوصية. انت عندك ولاد في ثانوية عامة يا حنان؟ انا عندي ابني في ثانوية عامة، وكان عندي بنتي دلوقتي الحمد لله اتخرجت، وابني برضو الحمد لله. طيب اكيد طبعا الدروس واكلانا اكل كده بصراحة، يعني الدروس طبعا الولاد بيحفظوا بس ما يفهموش حاجة صح؟ كنت دايما سايبة حالي كله مع بنتي في كل الاماكن، شمال يمين شمال يمين، ليل نهار كنت ببقى سايبه بيتي وحالي كله ورايحه جايه وراها، لان برضو ببقى خايفه عليها لانها كانت بترجع في اوقات متاخر جدا، واحيانا كانت بتروح الدرس الساعه 6 الصبح، فما كانش ينفع ان انا لازم انزل معاه. ففكره السبهية متهيألي كده ممكن تتحل شويه، مش عارفه. حال كل الامهات في الشارع. طيب شكرا يا حنان. حضرتك بتقولي ان ده حال كل الامهات، نحن على طول في الشارع بنودي دروس ونجيب من دروس، راكنين في اماكن عشان نستنى اللي جاي من الدرس او من السنتر، هو ده الحال. بس تعقيبا على ان هي بتقول في ثانويه عامه كان عندها ثانويه عامه، يعني احنا عشنا مراره تسريب الامتحانات السنه اللي فاتت في الثانويه العامه. انا ما عنديش ثانويه عامه، بس انا كنت حاسه فعلا ان انا عندي ثانويه عامه السنه اللي فاتت من كتر الضغط النفسي اللي الناس كانت عايشاه بسبب تسريب الامتحانات. فاحنا نرجع لنفس النقطه، اذا كنا هنلغي التسريب او عاوزين التسريب يقف، صحيح الوزاره عملت بوكلت وعملت اجراءات احترازيه وعملت كذا خطوات عشان تمنع، احنا معاها يعني، حتى احنا طلعنا بيان كامهات ان احنا مش هننشر اي خبر عن التسريب، عشان بس نفسيه الطلبه اللي احنا فعلا لمسناها السنه اللي فاتت، انه ازاي يبات مش عارف هو الامتحان بكره هيتسرب ولا مش هيتسرب، هيمتحن ولا هيعيد الماده. فاحنا يعني بننأى باي ام انها تعيش نفس التجربه دي تاني، فبجد وبنناشد وسائل الاعلام ان هي تمنع، يعني مش هتمنع بس على الاقل قوي تخفف من حده التوتر اللي بيتعمل على طلبه الثانويه العامه، كفايه الرعب اللي هم شايفينه من السنه الصعبه. طيب. فهي عايزين نقفل الحنفيه دي ونقفل باب التسريب جنب الاجراءات اللي اتعملت السنه دي كلها هتتكرر تاني، يعني فالغي، ظبط المناهج وظبط الامتحانات وظبط المنظومه وظبط المعلم يعني احنا هنرجع تاني للتشريعات. بس يا تنايب انا كنت عايز اسال حضرتك على العلاقه التي توترت بشكل كبير جدا ومبالغ فيه ما بين الطالب والمدرس،
بسبب حاجات كتير جدا، بسبب ان الايه اتقلبت بقى، يعني المدرس اللي ده زي ما كنا لسه هنقول لك ايه، المدرس كان ليه هيئه معينه، كان ليه شخصيه معينه في الفصل المدرسي. دلوقتي ما بقاش الكلام ده موجود، لان هو بيبقى يعني مرتبه مثلا مش قد كده، فما بيروحش او بيروح ما بيشرحش، والطالب عارف الكلام ده، لان برضو الطالب ما بيبقاش يعني بيبقى فاهم كويس جدا، فاللي هو هاخد عنده درس وخلاص، انا اللي بديه له مرتبه فهو هيسمع كلامي. انا بكلمك بلسان الطلبه. السؤال ده يعني مقترن بالاخ العمده اللي تدخل دلوقتي واتكلم عن مرتب المدرس. الماده 19 من الدستور المصري بتقول بانه بيخصص 4% من الانفاق الحكومي للتعليم. وده نص دستوري للاسف الشديد لا الحكومه حققته العام الماضي، وايه يتضاعف او يتزايد حتى يناسب المعدلات العالميه، يعني ده الحد الادنى اللي ما نقلش عنه. للاسف السنه اللي فاتت في الموازنه العامه لم يتحقق هذا الشرط. ليه هو مش الدستور كان كافي لان تزيد الميزانيه ما زادتش ليه؟ فانا مش فاهم. انا بقول لحضرتك ليه يعني عايز الدستور في الماده 19 نص على ان 4% من الانفاق الحكومي اللي هي كانت 1% باين صح قبل كده، ما كانتش مذكوره بنسبه لكن كانت تعادل واحد او واحد وكسر في المية. تمام، دلوقتي بقت 4. الدستور حددها ب4 كحد ادنى تتزايد حتى تتفق مع المعدلات العالميه. للاسف الحكومه ما عرضت علينا الموازنه السنه اللي فاتت لم تحقق هذا النص الدستوري. والمجلس ايضا انا بقدم له اللوم في هذا الموضوع، انه وافق على الموازنه وهي لم تحقق النص الدستوري للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحه. تمام، يعني ال10% الاساسيه كحد ادنى لم تحقق في الموازنه في العام السابق. مين اللي يسال في الكلام ده؟ يسال في ذلك رقم واحد مجلس النواب، على اعتبار ان احنا اللي خولنا القانون اعتماد الدستور اعتماد الموازنه العامه. ده اختصاص اصيل من اختصاصاتنا، لانه الاصوات دائما اللي بتتعالى بانه هنعمل ايه، ما الدوله واقعه، ما في لا في عندي اولويات. فكان يجب علينا كمجلس نواب، انا من اللي رفضوا الموازنه، لكن في النهايه الاغلبيه صوتها هيمشي علينا كلنا باعتبار ان احنا عايشين في صوت ديمقراطي، يبقى الاغلبيه لازم هنلتزم بقرارها. فمن دلوقتي انا بنبه على مجلس النواب، التعليم امانه في رقبتنا كلنا، ولكن مجلس النواب اللي بيعبر عن المواطنين زي ما قال العمده دلوقتي وصوتهم، احنا لازم يكون لنا وقفه السنه دي في انه لا يقل انفاق التعليم عن ال4% اللي نص عليها الدستور. لان ده هيضمن شبه حياة كريمة للمدرس، وبالتالي بينعكس على معاملته مع الطالب. مش محتاج ان انا اديله درس خصوصي، فمش محتاج ان انا ابقى ذليل عند الطالب. بالظبط، وبالتالي تبقى العلاقة سوية. في حاجات بقى كده مهازل، السنترز بتوع الدروس الخصوصيه فيهم عدد طلاب غير طبيعي، يعني بسم الله ما شاء الله. ده انتوا لو بتروحوا المدرسه زي ما بتروحوا السنتر كان زمانكم اتعلمتوا اي حاجه، وبيروحوا بكامل قواهم العقليه، الاهالي يدفعوا فلوس علشان المدرس يبقى حاطط لهم الستوب ووتش وبيقول لهم خلاص الساعه خلصت، انت اتاخرت، اصل انا هخصم مش عارف ايه من ايه، كلام كده تجاري بحت. ده غير بقى طبعا ان غير بقى ان في اهالي بتعمل حركه برده غريبه جدا، وانا اتفاجئت بيها يمكن السنه اللي فاتت مع يعني اول مره اسمع عنها، ان هما بيدوا درس في نفس الماده عند مدرسين ثلاثه. فكرني مثلا عيان فيروح لدكتورين ثلاثه عشان يتاكد من التشخيص. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني نفس المنهج بيدرسه، انت حضرتك مش مرتاح للمدرس ده بتودي عند الثاني والثالث ليه؟ احنا ليه احنا هنلف على نفس النقطه؟ احنا حطينا مبدا ان انت بتحفظي الطالب. انا هودي عند المدرس اللي حفظني ده. لا ده بقت الماده بتتقسم كمان لفروع، واحد للشرح، لا، واحد للمراجعه. اللي انا شفته ان نفس الماده هي بتودي مثلا عربي هتودي لثلاث مدرسين عربي، وفخوره قوي وفرحانه بالمهزله اللي احنا بقينا فيها. إذا أقرينا أنه المبدأ العام في تقييم الطالب ما يبقاش مبناه وأساسه الامتحان التحريري آخر العام، ويكون مرتبط التقييم بانضباطه وبأدبه واحترامه ومعاملته مع المعلمين داخل المدرسة، يبقى الحضور عليه درجات، المعاملة عليها درجات. إذا أقرينا هذا المبدأ في وجود 50% يا ست نائب، يعني أقول له 50% من درجاتك في الامتحان على الحفظ طالما أنت بتحب تحفظ، و 50% على سلوكك وعلى تلقيك وعلى ابداعك في وجود معلم نضمن له حد الكفايه من المرتب اللي يكفيه ويعيش عيشه محترمه عشان يبقى راجل كرامته مرفوعه، على اساس انه في النهايه التقييم اللي في ايديه المرتبط بتربيه الواد او ادبه الطالب او ادبه
ومرتبط بحضوره ما يبقاش هو صاحب التحكم، لا يبقى ضميره هو اللي بدي فيه التقدير ده أو الدرجة ده. إذا تحولنا من مبدأ الامتحان التحرير النهائي إلى التقييم خلال العام أعتقد ده هيفرق كتير وهيبقى فيه التزام كويس قوي في المدارس، الدايرة اللي احنا عمالين نلف فيها، وهنحافظ على التربية اللي هي أساس التعليم. تمام. في فندم عندنا على الفيسبوك أستاذ شعبان بيقول على فكرة بالنسبة لأولياء الأمور هم عايزين أبنائهم تنجح بأي شكل علشان يخلصوا من الطلبات زي ما حضرتك كنت بتقول في الأول. أستاذ أحمد حمودة غريب بيقول أنا برضو مش بشجع الغش، بس نفسنا نظام تعليم جيد، ولو الامتحان كان في مستوى الطالب الطالب مش هيحتاج يغش أصلا. مستوى الطالب ده يعني عليه كذا علامة استفهام يا أستاذ أحمد. بيقول لما يبقى نظام التعليم محترم يبقى نتكلم ازاي نعالج الغش. هو يعني بيكمل الكلام بتاعه. حضرتك اكيد سمعت عن الواقع الطالب اللي كان في لجنه الامتحان في الثانوي الزراعي في البحيره، ولما المراقب قال له ما تغشش طلع له مطوه. ده امر منتشر في مدارس المصريه انه لا بجد موجود. يعني منتشر؟ موجود. الطالب انه الطالب اصبح بيتعدى على المدرس. ده امر موجود. موجود. ويعني يمكن احنا عندنا في يعني في الدقهليه حصل اكتر من مره، وحصل تعدي على مدرسه قبل كده في اول عام الدراسي. الامور دي موجوده وسببها الانفلات الاخلاق اللي احنا عايشين فيه. ده سلوك شاذ يا فندم، ازاي انتشر؟ لا ما انا بقول موجود مش معناه ان 100% موجود، لا يعني ممكن نلاقي في كل اداره تعليميه في حاله، في كل محافظه في حاله. ده موجود. موجود يعني بيظهر، هي حالات فرديه لكن في النهايه لو انا عندي تربية حقيقية في المدارس، لو أنا عندي مجتمع يسود القوامة ومجتمع بيرسل مبادئ في كل مؤسساته، أعتقد أن احنا مش هنوصل لهذه المرحلة وهتتلاشى تماما من المجتمع المصري. تمام. أنا معايا أنا عايزة بس يعني خلي الطالب يقعد في البيت وما يفضلش من ساعة ما بيصحى الصبح ويجي من المدرسة الساعة 3 ويفضل من 3 لغاية 10 أو أكتر يلف بره البيت. هات لي الطالب يقعد في البيت جاي مخلص اللي وراه كله، وقعدوا لي في البيت ودي فرصة للأم والأب إن هم يربوا، بدل ما الأم والأب ماشيين ورا الولاد في الشوارع عشان يودوا دروس. طيب ماشي، هعلق على اللي أنت بتقوليه ده حالا يا أستاذة بهية. بس ناخد فاطمة. فاطمة من القاهرة. فاطمة مدرسة ثانوي. ألو. السلام عليكم. ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا مدام فاطمه. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. انا لو سمحت بالنسبه لموضوع الثانويه العامه ده، الموضوع يعني احنا بنتكلم في حلقه مفرغه. ليه؟ الموضوع عايز هو منظومه كامله متكامله، والمسؤوليه بتبدا من الوزاره للمدرس. ولي الامر اهم حاجه في النقطه دي كلها. مال ولي الامر؟ نعم. مال ولي الامر؟ مشاكلك كمدرسه مع ولي الامر ايه؟ هقول لحضرتك. انا كمدرسه ولي الامر اول ما بيدخل المدرسه هيقدم لابنه او لبنته، اول حاجه بيطلبها بيجمع مجموعه مع بعض ويقول احنا عايزين دولت في نفس الفصل عشان هياخدوا دروس مع بعض بره. لسه ما دخلش المدرسه ولا عارف المدرسين ولا عارف اي حاجه. تمام. ده اول حاجه ترتيب لولي الامر، ان هو بينظم جروب مع بعضه عشان يطلعوا ياخدوا الدروس مع بعض بره. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا لما بدخل المدرسه بيجي لي الطالب، الغياب طبعا نسبه الغياب بيكون عاليه جدا في المدارس، وبينظموها بالذات للثانويه العامه داخل المدارس شؤون الطلبه، يحضروا الغايب علشان ينظموا الامور عشان يثبتوا نسبه الغياب، وهم اصلا قاعدين في بيوتهم، الطلبه قاعدين في بيوتهم، والمدرسين معظمهم بياخدوا نص وقت عشان يطلعوا يدوا دروس وقت التدريس نفسه، وقت العمل الصبح طبعا. الطالب لما بيجي المدرسه جاي عشان خاطر يثبت وجوده عشان الغياب. يا بنتي تعالي ادخل عشان اشرح الحصه، البنت تحط صباحها في ودنها مش عايزه تسمع. طب انت جايه ليه؟ تقولي جايه عشان الغياب. يا بنتي انت نزلتي من بيتك لازم تفهمي وتستوعبي. طب وهي مش عايزه تفهم ليه؟ مش عايزه تنام، مش عايزه تيجي، مش عايزه تصحى بدري، ومش عايزه تغير. جايه غصب عنها، فاللي هو والله ما انا سامعه الدرس. غصب عنها ازاي يعني؟ ما هي جايه غصب عنها يا استاذه. جايه غصب عشان عنها، هي عايزه جايه تسد غياب. هي جايه تسد غياب، مش جايه عشان تسمع. فالطالب جاي مش عنده استعداد انه يدرس، هي عايزه تسمع من بره من السناتر. السنتر انا بنتي كانت في الثانويه العامه السنه اللي فاتت لغات في مدرسه رجاك، مدارس رجاك للغات تعرفيها حضرتك كويس قوي. عارفاها كويس. انا بنتي من رابعه ابتدائي في مدارس رجاك لغايه ثانويه عامه، في ثانويه عامه ما فيش مدرس يصلح يدرس منهج ثانويه عامه في رجاك.
يعني انا دفعت 13600 مصاريف المدرسه واكثر من 40000. جايبين مدرس ايه يعني ايه لا يصلح بما ان حضرتك خبيره يعني خبره يعني مفيش خبره ما عندوش خبره مفيش خبره المدارس الخاصه حضرتك كلها معظمها بيكونوا خريجين هندسه وعلوم اللي هم مدارس اللغات بيكونوا خريجين هندسه وعلوم والجامعات اللي هي اساس معهوش تربوي مش تربوي خالص يعني حته التربوي دي ومراعاه الفروق الفرديه والكلام ده كله مش هتلاقيه خالص مدارس خاصه تعالي في الشهادات وبالذات شهاده المدرسه بقى خلاص هيمتحنوا وهيخرجوا بره مفيش مدرس عنده خبره يصلح ان هو يؤهل لي طالب بالثانويه عامه متخيله ان حضرتك بنتي في الفيزيكس من ثانيه ثانوي ما تاخدش فيزيكس في المدرسه مدرسه واحده بتدي وسابتهم ومشيت ثالثه ثانوي قعد لغايه ثلث السنه بيدور على مدرس في الاخر جاب لهم مدرس على المعاش والعيال فانت عملتي ايه بقى اديتيهم دروس اديتيها دروس مضطره ما انا مضطره اطلعها في السناتر بقى للدروس انا كده مضطره وطول اليوم بره معاها يعني انا طول اليوم بره معايا عدى عليا رمضان كله كنت بفطر في الشارع انا وبنتي بسبب المدارس الخاصه والمدارس الخاصه في النهايه ما عليهاش رقابه من الوزاره المدارس الخاصه بره انا اشتغلت في الامارات 16 سنه المدرسه الخاصه قبل ما تعين مدرس بيروح الوزاره الاول يعمل له انترفيو شوفوا يصلح او لا يصلح في اشراف على المدارس الخاصه مش سايبينها كده مش كل من هب ودب بيفتح مدرسه خاصه معظم اصحاب المدارس الخاصه النهارده في القاهره فاتحينها مشاريع كده بالتربيه والتعليم ما لهمش علاقه خالص بالتربيه والتعليم فالمنظومه كلها واقعه السيد الوزير وانا بناشد السيد الوزير من خلال برنامج حضرتك ينزل الميدان ويقعد معانا ويسمع ارائنا احنا بنفاجئ بالقرارات دي احنا كل الكلام اللي بيتقال دوت احنا ما عندناش علم بيه على ارض الواقع معظم المدرسين ما عندناش علم بيه وبيقعد مع ناس ما لهمش اي علاقه بارض الواقع خالص. احنا لما كنا في الامارات وجم وحبوا يغيروا المنهج اخذوا ارائنا الاول بعد كده عملوا المنهج في نموذج ووزعوه على المدارس كلها وخدوا ارائنا واحنا بدانا نقول ارائنا في ده الجزئيه دي لا الجزئيه دي قبل دي الجزئيه دي قبل دي بعد كده بداوا يطبعوا الكتب بناء على الواقع. فين هنا؟ فين هنا في مصر؟ فين التنميه المهنيه للمعلم؟ لما بيعملوا تنميه مهنيه المعلم بيجيب الموجه عفوا يعني بيجيب جزء من الموضوع اللي هيشرحه من على النت ويعرضه على الـ على الـ على السلايد كده وخلاص ويقراها وهو مش فاهم حاجه اساسا. ما هي بقى خلاص طالما المنظومه باظت من الاول يبقى بقيه السلسله هتكر بوظاها يعني. صحيح. شكرا يا فاطمه. طيب بالنسبه للمناهج مدام فاطمه قالت كذا حاجه كويسه بس يعني بالنسبه للمناهج يا سياده النائب مين اللي المفروض يحط المنهج؟ مين اللي المفروض يعني ينشئ هذا المنهج وفقا مثلا خلينا نتكلم لكل مرحله تعليميه يعني في ابتدائي لازم يكون في منهج معين في اعدادي مين الناس اللي بتحط المنهج؟ هو المنوط بوضع المناهج وزاره التربيه والتعليم. هي المنوط بيها وضع المناهج. لكن احنا ممكن كمجلس نواب بنطرح استراتيجيه او رؤيه وبنسق مع مش قصدي الجهة الوزاره انا قصدي الاشخاص يعني الاشخاص اللي المفروض يحطوا المناهج اللي هنمشي عليها يكون شكلهم ايه نوعهم ايه يعني عايز افهم عقليتهم نوع اصل انا ما ينفعش يا فندم في حاجات محطوطه من قديم الازل ويجي يقول لك اصل احنا طورنا المناهج فيقوم شايل لي صفحتين انا كده طورت لا ده كده مش تطوير انا اخشى اقول ان انا مش لاقي حد يبقى منوط بيه وضع المناهج في مصر مفيش يعني حد أنا ينفع اخشى المناهج. يعني تقريبا انا مش شايف فئه من العلماء التربويين او الخبراء اللي يضعوا لنا مناهج مبتكره نقدر نحقق بها النتيجه المبتغاه في فتره 10 15 سنه زي ما حصل في بعض الدول زي مثلا ماليزيا انما للاسف يعني احنا كشعب بقى كام مليون يعني الكم الكبير ده يعني انا سمعت ان 1,600,000 طالب داخل اولى ابتدائي العام القادم فدي مساله كبيره يعني محتاجه ناس على درايه 1,600,000 طالب في ابتدائي بس في رقبتنا يعني هيحصل معاهم ايه؟ 20 مليون طالب تقريبا في كل المراحل يعني بلد فالموضوع يعني الموضوع يعني محتاج
يعني اقول ايه بس هو بس ليه يعني لا قول يا ست نهى بصراحه، اصل دلوقتي هو يقول لك اصل ده فلان ده بقاله كام سنه بيحط مناهج، ماشي على عيني وراسي ويشكر على خبرته، بس الدنيا بتتغير والحياه بتتغير، وعقل الطالب اللي كان بينك وبينه 20 سنه زمان بقى بينك وبينه دلوقتي 200 سنه في العقل. يعني ما ينفعش اجيب واحد من يعني حاطط منهج في السبعينات يحط منهج لل 2017. انا محتاج اخد يعني التجارب الناجحه واقيس عليها. زي مثلا في الهند يعني يمكن خلال 15 سنه قدروا يعدلوا من مناهجهم التعليميه وعملوا نهضه كبيره جدا. واحنا ما نقدرش؟ نعم احنا ما نقدرش للاسف في الوقت اللي احنا فيه ده، حتى اللي عنده قدره على انه يقدم مشروع محترم بيتوارى خوفا من ان الدوله في حاله ترهل. يعني معظم الناس اللي عندها خبرات كبيره جدا يعني مش قادر يتحمل المسؤوليه، بيحاول يبعد على اعتبار ان الدوله في وقت في ترهل. كل المؤسسات والقطاعات بتتكلم في اللي حضرتك بتقوله دي. هرجع لك تاني. طيب ثانيه واحده ست نائب بعد اذنك معايا بس سمير. الو معايا عبد الرازق. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الو استاذ عبد الرازق. عليكم السلام. وطي التلفزيون يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضل حاول تكلمنا تاني. طب معايا احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. ايوه يا فندم. وطي التلفزيون يا فندم. ايوه يا فندم احمد معاكي. اهلا يا استاذ احمد. اتفضل. اهلا بيك. نعم استاذ احمد معانا ولا مش معانا؟ ايوه معاك يا فندم. طب يا فندم اتفضل احنا سامعين. ماشي بقول لحضرتك بالنسبه للدروس الخصوصيه. ايوه دلوقتي ايوه معاكي انا معاكي. معلش يا فندم وطي التلفزيون بعد اذنك اسمعني من التليفون عشان اسمعك كويس. معلش ماشي. لا دلوقتي انا عايز اعرف حاجه بس، المدرس اصلا انعدم الضمير بالنسبه للمدرسين انعدم ضميرهم خالص نهائي. ليه؟ ليه؟ المدرس ما بيشرحش في الفصل. المدرس ما بيشرحش في الفصل. تاني حاجة المدرسين بيهددوا التلاميذ بحتة الدروس الخصوصية. يعني إيه بيهددوا؟ يعني بمعنى أصح أعمال السنة والكلام دوت، مفيش أعمال سنة لما تخش دروس. وهو في إيده بقى إن هو ما يحطلوش أعمال سنة غير لما ياخد عنده درس. ما في إيده هو بيلعب في حتة أعمال السنة ديت. ماشي. تاني حاجة اولياء الامور طبعا بيدوا الدرس عند واحد وعند اثنين وعند ثلاثه عشان تحسين مستوى الطالب، تحسين مستواه في الحفظ. ماشي الله اعلم بقى، انا ما بديش درس الا عند واحد اللي هو مدرس الفصل بتاعه. ماشي وانا بتابع معاه في البيت. تمام. انا واحد من الناس، انا شغال معلش انا شغال باليوميه، نظام شغلي باليوميه. ماشي انا بقعد طول الشهر اقعد احسب كده اهوت عشان اوفر للثلاثة اللي عندي اوفر لهم للدروس. عشان اعمل السنة بتاعتهم. فين ضمير المدرسين في الشرح في الفصول؟ احنا ايام ما كان المدرس بيشرح في الفصل. انا عمري ما خدت درس. يعني لغاية ما خلصت دبلوم انا عمري ما خدت درس والحمد لله كنت ببقى من المتفوقين. ماشي. لكن دلوقتي ما فيش مدرس بيشرح، انا لما بقعد اتابع مع ابني واذاكر معاه ما بيتضح لي ان المدرس ما بيشرحش اي حاجة خالص. يعني لو الواحد بيقعد بس مع شويه كده هو الوقت اللي الواحد فاضي فيه اقعد اشرح معاه شويه، غير كده مش هلاقي، يعني بضطر اراجع معاه عشان كده. تمام يا فندم، تعليقك مهم جدا والحال مؤسف، الحال ده موجود في بيوت كتير جدا. عايزه بقى ارجع معلش النقطه بتاعت اللي حضرتك بتقول اللي بيقدموا مقترحات لوضع مناهج اللي عنده الخبره وعنده الخبره انه يقدر يقدم وجهه نظر محترمه تقدم التعليم في مصر. زي بالظبط لما بيجي نطالب بوزير جديد فتلاقي معظم الناس اللي عندها كفاءات مش عايز بتتوارى بيعتذر خايف من تحمل المسؤوليه في الوقت الصعب. لكن احنا النهارده اذا ما تحملناش المسؤوليه كلنا في الوقت الصعب ده هنطلع من الممر الضيق ده ازاي؟ فانا بناشد كل الخبراء التربويين ان يبقى في لجنه استماع مع الوزير وفي لجنه التعليم في مجلس النواب يحضروا ويطرحوا رؤاهم وناخد منهم يعني الخلاصة اللي نقدر نتفق أو نتوافق كلنا عليها في كيفية النهوض بالدولة المصرية من خلال التعليم.
اصل قصه ان انا اقول ايه، انا مش هينفع اخد قرار دلوقتي او مش هينفع اقدم مقترح عشان دلوقتي الدوله حالتها صعبه، ده مش يعني مش معلومه جديده، ما احنا عارفين ان احنا حالتنا صعبه، بس كل واحد هيعمل كده في كذا قطاع. زي يا جماعه لو تفتكروا احنا امبارح كنا بنتكلم، يقول لك ايه معلش سيبوا الناس تعمل قهاوي وتتعدى على الطريق العام عشان يعني مش وقته. هو ايه اللي مش وقته؟ ما انا كده بعالج الغلط بغلط، انا عمال ادي برضه في مسكن مسكن مسكن، وفي الاخر برضه انا الموضوع هيجي على دماغي اعالج. دي حاجه مش مقبوله، ومش حاجه مقبوله ابدا ان انا ابقى يعني ما يبقاش في تكاتف، يعني الوزاره تتعرض اللي كان زمان الناس تتخانق عليها، ها على ناس والناس كلها تقول لك لا انا مش هسيب شغلي واروح اشتغل وزير. ما ينفعش. عشان ايه؟ عشان انا لا اقدر اعمل حاجه ولا اقدر اخد قرار، وفي الاخر هتحبس هتحاكم. يجب على الكل ان يتحمل مسؤوليته في هذا الوقت. يجب على الكل ان يطرح وجهات نظره. ده يعني النهارده لما يبقى الباب مفتوح امامي كخبير تربوي ان انا اقدر اروح لجنه التعليم في مجلس النواب في لجنه استماع واقول رايي ايه، اقدر اقابل الوزير واتكلم معاه واطرح عليه وجهه نظر. طب انا ايه اللي معطلني؟ انا ايه اللي مخليني مش قادر اكون عندي قرار قوي واروح اطرح وجهه النظر دي على الناس ونشوف لعله يعني البلد. يعني انا اسف لما بقول ده مش لاقي حد، لا هو فيه بس خايف، مش خايف يتحمل مسؤوليه. بقول لك عاملها ليه؟ بالظبط. طيب معايا محب. الو، صباح الخير. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذه منى، اهلا بيك، اتفضل. صباح الخير على ضيوفي، اهلا بيك. التعليم الموازي سبب كل المشكلات اللي موجوده النهارده عندنا. تمام. لان التعليم الموازي دايما بيخرج الطالب من المسار الحقيقي للتعليم للخروج عن المنهج الاساسي. ازاي فندم؟ دي اول نقطه. الكتاب الخارجي، المدرسه الخاصه، المدرسه الاهليه، لابد كل الاشياء دي تخضع لمنظومه التعليم الاساسي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الانضباط التعليمي غير متوسط. الانضباط التعليمي اساس التعليم. الطالب يلتزم، المدرس يلتزم، الوزاره تراقب، تلاقي عندك نتيجه صح وتلاقي الطلاب شغالين كويسين. خروج للدروس الخصوصيه مضيعه للوقت. المذاكره في الكتاب الخارجي عشان الكتاب المدرسي. المناهج تطويرها بيحتاج خبراء تربويين من البدايه حتى النهايه. حتى تمام النهايه. والواقع في الميدان، المدرس يشارك، المشرف يشارك، الاستاذ الجامعه يشارك، الجميع يشارك في وضع المناهج باسلوب تربوي، باسلوب علمي، منهج مبسط عشان تخرجي بالمنظومه. اول فكره في تطبيق الناحيه العمليه انضباط التعليم، لابد من وجود الطالب ولابد من وجود المدرس. تمام. طالب لو ذاكر او المدرس شرح في قلب المدرسه الحكوميه او المدرسه الاهليه، بيرجع الطالب يحصل. طالما ان هو وصل الى قدر من التحصيل يقدر يكمل لوحده من الكتاب. انما مشكلته انه يخرج من المدرسه ما يدرسش والاستاذ ما يحضرش وبعدين يلجا للدروس الخصوصيه، هذا شيء طبيعي. البند الثاني، المدرس الله يكون في عونه والوزاره الله يكون في عونها. المدرس البلد كلها الماليه كده. والطالب كمان. المدرس والطالب كمان. ما هي المنظومه كامله. صح. المدرس مش لاقي المرتب الكافي اللي يقدر يعيش بيه، والطالب بيدفع للمدرس الراتب بتاعه في الدرس، فكل الاشياء المنظومه اختلت، الميزان اختل. فاحنا عشان نبقى عندنا تعليم جيد زي بقيه الدول وزي التجارب اللي نجحت في الدول الاخرى، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل عمليه انضباط تعليمي. المدرس يحضر من الساعه 7 8 يخرج الساعه 1 ونص زي ما بنشوفنا في الخليج هناك. انا اشتغلت اكثر من 30 سنه ده. حضرتك مدرس؟ نعم، انا اشتغلت اكثر من 32 سنه في السعوديه. وشاركنا في وضع المناهج، والمناهج زي ما كلمت الاستاذه فاطمه بملحوظه طيبه وجميله، هي فعلا الميدان هو المنهج مش استاذ الجامعه. استاذ الجامعه يدي منهج على مستوى استاذ الجامعه، انما انا عايز الاستاذ المدرس اللي بيشرح في اولى ابتدائي يشارك في وضع منهج اولى ابتدائي، يحط الملحوظه بتاعته، والملحوظه تتصعد حتى الوزير، حتى علوم المناهج. المدرسين ما بيشاركوش في وضع المناهج. خدت بال سعادتك؟ كذلك المتوسط او الاعدادي زي ما بتسميه والثانوي، فالكل مشارك. وانا لما اعمل عمليه انضباط تعليمي انا خلاص الوزارة
عليها تراقب هذا الانضباط. ثانيا الخبرات والتدريب العملي للمدرس مهم جدا. صحيح. ورش العمل مهمه جدا. لابد ان المدرس اللي ما عندوش خبره لازم ياخذ خبرته منين؟ من اللي قبل منه في الحقل وفي الميدان. النهارده مغفول جدا او الوزاره غفله على التدريب. أي. كل اللي عليها تقول لك خلي المدرس ياخد اي سي دي، الاي سي دي اللي ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي بيشتغل عليه. لا يا فندم، انا عايز المدرس يشتغل على خبره تربويه ويشتغل على خبره تعليميه. مش عايز المدرس يقعد النهارده ويقول والله ده الطالب مش عايز يحصل، الطالب مش عايز يجي، انت كمان يا استاذ مش عايز تشتغل على قد فلوسهم، لا المنهج انت رضيت انك تكون موظف برتبه لازم تعرف ان ليك رساله بتأديها. لازم تكون قد قد المسؤوليه بتاعتك. تمام، شكرا ليك استاذ محب. معايا امال. الو الو. ايوه يا امال. امال انت طالبه صح؟ ايوه تمام. بيبلغوني انت طالبه في سنه كام؟ انا في سنه ثالثه. ثالثه اعدادي. قولي لي بقى ايه مشاكلك دلوقتي. احنا يعني انا دلوقتي ظروفي ان انا تسمح لي ان انا اخد دروس خصوصيه، لازم عشان لو انا على كده لازم اخد دروس خصوصيه يبقى فلوس، يعني مثلا حصه تخش لها 50 جنيه، 50 جنيه كل حصه واربع حصص في الشهر. تمام. يعني ده في الماده الواحده. وانت بتروحي المدرسه ولا بتروحي والمدرس ما بيشرحش؟ لا انا مثلا لو رحت ما رحتش يعني ما فيش اي اهتمام. مفيش يعني اي اهتمام بايه؟ بروح مثلا الميس اصلا يعني بتاعت الرياضه. مفيش اي اصلا اهتمام هناك. ومثلا لو يعني هي الميس بتاعت الرياضه بتشرح وانت ما بتفهميش منها، ولما تقولها مش فاهمه مش بتشرح اصلا. هي ما بتشرحش اصلا. مش بتشرح. ومثلا نروح نشتكيها اكثر من مره، تيجي لجنه. تمام. تشوف نظافه الفصل، الشيكه بتاعت الفصل. تلمين لابسين زي كل موحد. لا تمام كده ويمشوا شكلية. من غير مثلا يسال الطالب في ايه، يعني مثلا حاجات مش عاجبك مثلا في المدرسه، ايه اللي مش عاجبك انت، ايه اللي مش عاجبك، ايه اللي مش عاجبك في المدرسه مثلا. مش بيشرحوا، لازم الواحد ياخد دروس خصوصيه مثلا بره. تمام. المناهج، المناهج انت بتستفيدي ايه من المناهج اللي بتدرسيها؟ بصراحه انا عامه بستفيد مثلا في الدراسات والحاجات اللي زي كده، مثلا لازم الواحد برضه ياخد دروس خصوصيه عشان يستفيد. لا يا حبيبتي، قصدي بتستفيدي ايه معلومه؟ بتتعلمي ايه من المنهج؟ اصلا مش بستفيد، لان هم اصلا بيدينا الاسئله. الاسئله دي تيجي تحطها في الامتحان، هي دي كده. وبعدين تنسيها. وانسى، لان هو يعتبر حاشي وصفي في الدماغ مثلا، واخده كلمه حاشي هو وصفي في الدماغ لفتره بس الامتحانات وتعدي. لكن هو تأسيس وفهم وكده لا مفيش خالص. طيب. واي لجنه تيجي مثلا من بره تبص على نظافه الفصل والحاجات دي كلها، لكن تسال مثلا طالب فاهم حاجه زي كده مفيش اي حاجه من دي خالص. يعني انت بتحفظي بس يا امال، انت مش بتفهمي حاجه من المنهج؟ اكيد طبعا لا. اكيد طبعا لا. ولا في السنين اللي فاتت؟ ما لا، هو في كلفه الابتدائي كان بيبقى فيه تاسيس اكتر من هنا، اكتر من اعدادي بكتير. طيب يا امال شكرا. امال هي يعني طالبه في سنه ثالثه اعدادي، مسؤولين عن التربيه والتعليم، بتقول لك انا مش فاهمه حاجه خالص، ولا مدرسه ما بتشرحش اصلا. واضح ان هي لو قالت لها اشرحي طبعا المدرسه مش هترضى، لان هي المدرسه بتوفر مجهودها للدرس مش فاضيه. ما بلومهاش، بس يعني الطالبه سواء ظروفها تسمح او ما تسمحش ان هي تاخد درس، وما بقاش فرض عليها الواقع. طبعا احنا مشتركين، انتوا مشتركين فيه كاولياء امور. بس احنا عملنا حاجه يعني من السنه اللي فاتت، احنا عملنا حمله كده على الجروب عندنا ان احنا بنرفض الدروس خصوصيه، بدانا تطبيقها علينا احنا كامهات، وكلنا بطلنا دروس على الاقل. يعني بدانا نقنع الامهات ان احنا خليها في مرحله النقل بلاش، يعني انت خايف على الشهادات وخايف على المجموع، يعني حوش مجهودك كله للشهاده. لكن تدفع كل الفلوس بجد، لكن احنا خلينا في مراحل النقل. مراحل النقل نجاح ونجاح وسقوط ما فيهاش حاجه، يعني ايه المشكله اما احنا نخف ده. بدانا تطبيقه فعلا، ويعني نجح معانا احنا كامهات الى حد كبير. بطلنا دروس وبطلنا، بس هي المشكله ان كمان يعني انا زي ما الاستاذ كان بيتكلم، استاذ محب،
ان انت عندك، انا بشتري كتاب خارجي وانا عندي كتاب مدرسه، وبروح لمدرس بره وانا عندي مدرس في المدرسه، فانا فعلا عندي تعليم موازي كامل يعني. انا عندي، انا بدفع فلوس في الكتب الخارجيه اكتر من اللي بدفعه لكتب الوزاره. لو يقول لك المدرس بتاع الدرس يقول لك اشتري الكتاب ده، لا لازم الكتاب الفلاني يعني، مش اي كتاب يعني. تحس ان في يعني دوله تانية جوه الدوله اللي احنا عايشين فيها، اللي مرتاح له نفسيا يعني، مش منه قوانين معينه هم حاطينها، بيوجه الطالب لاسماء معينه من الكتب فعلا. بالظبط، ده حقيقي. طب انا معايا عزت من القاهره. الو الو الو. ايوه الو. ايوه اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذه ماها. ايوه استاذ عزت اتفضل. تحيه لحضرتك ولضيوفك. اهلا بيك. انا بس قبل ما اتكلم على نقط معينه في المداخله، عايز اوضح يعني ايه ان انت تدمري بلد لما يبقى ما فيهاش تعليم وتسمحي بالغش. تمام. لما حد هيبني عماره عشان هو ناجح بالغش، العماره هتقع. طبعا. لو واحد بيعالج حد وهو بيغش وناجح بالغش وسامحين بالغش، مش هيعرف يعالجه والعيان هيموت. تمام. محاسب مش هيعرف يحسب، هيضيع فلوس على المؤسسه اللي هي اصلا بيشتغل فيها. تمام. يبقى كده البلد هتتدمر، وبلاش حروب بقى ولا في اعداء ولا في حاجه ولا كلام من ده، مجرد اهميه التعليم عشان ما عندنا تعليم، ولما يبقى في تعليم يبقى ما فيش غش، علشان يبقى المقياس انه اللي بيطلع ده بيعرف يشتغل الشغلانه بتاعته. ده الكلام اللي هو بتاع اهميه التعليم اللي ما يختلفش عليه حد. جميل. اللي انا سامعه بقى في الحلقه في حاجات غريبه جدا صادمه بالنسبه لي اساسا يعني. زي ايه؟ انه سياده النائب بيقول ان هو شايف انه ما فيش حد في مصر يعرف يعمل مناهج. فانا الحقيقه صدمت جدا. خلاص انا هعترف براي وصحه سياده النائب اللي هو بيقوله. خلاص نستورد. هو استاذ عزت هو قال حتى اللي عارف ما بيرضاش يشارك. ما بيرضاش ليه يا استاذه مها؟ ما بيرضاش عشان ما بيتاخدش احنا يعني ما بيتاخدش بكلامه يا فندم. لا ما فيش حاجه اسمها ما يتاخدش بكلامه. طب كام واحد قدم مقترح يا استاذ عزت علشان تطوير المناهج ومحدش عبره؟ ثانيه واحده بس يا استاذه مها. اتفضل. علشان انا عايز اتكلم في شويه نقط مهمه جدا. اتفضل. عشان لازم نبقى عارفين مين اللي منوط بيه يعمل ايه. اتفضل يا فندم. حاجه سياده النائب قالها ان هم اللي بيعملوا الاستراتيجي للتعليم علشان الحكومة تنفذ الكلام ده. لا غلط. مفروض اللي بيعمل الاستراتيجي هو المنوط بيه أو المسؤول عن التعليم في مصر، السلطة التنفيذية اللي هو بيمثلها في الحالة دي وزير التعليم. يعرضها على المجلس عشان المجلس يناقش ويقول عليه مقترحات ويراقبه في التنفيذ. أنا اتكلمت عن أن الاستراتيجية دي بيتبناها لجنة التعليم من خلال لجان استماع بيحضر فيها كل المهتمين بالعمليات التعليميه، منهم الوزير الحالي كان وقتها مستشار الرئيس. تمام. فبتكلم عن ان الاستراتيجيه مش احنا اللي هنحطها ونفرضها، لا ده احنا بنقول ان احنا عملنا لجان استماع عشان نطلع برؤيه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. لجان الاستماع اللي حضرتك بتتكلم عليها لما يبقى في متن استراتيجيه بتتناقش، عشان مش هيقعدوا يتكلموا كل واحد هيقول كلمه، لكن انا ما عنديش المتن اللي انا بناقش عليه او النقط اللي انا بناقش عليها اللي هي مفروض الاستراتيجيه، اللي هي مسوده الاستراتيجيه اللي انا بناقشها علشان اعرف انا اروح فين وانا وضع ايه النهارده. تمام. سياده النائب ما قالناش هو ترتيب مصر في التعليم كام دلوقتي، وايه اللي هو عاملاه الوزاره ومجلس النواب علشان نخلي ترتيبنا بدل ما هو متدني جدا في التصنيف العالمي انه يطلع ويطلع على درجات. الحاجه الثالثه انه النهارده التعليم الموازي، انا موافق تماما يوم ما في يبقى في تعليم موازي يبقى لازم في خلل، لان المدرسه ما بتقومش في دورها. يعني انا ما عنديش تعليم في مصر. انا عندي تعليم في السناتر. ولو السناتر هي اللي هتتحكم في العمليه التعليميه يبقى وزاره التربيه والتعليم اللي هو جناب الوزير قال تصريح انا مش فاهمه برضه، يعني ايه الكلام ده؟ اذا كان مدى صحته او عدمه انا قريته وبيقول ان هو هيخلي شهادة الثانوية العامة صلاحيتها 5 سنين، يعني ايه بعد 5 سنين اللي معاه شهادة ثانوية عامة مش هيبقى معاه؟ هيبقى جاهل يعني ولا هيبقى معهوش شهادة؟ الكلام اللي هو موجود، احنا عملنا استراتيجيات وعملنا استراتيجيات لتطوير التعليم. صلاحيتها يعني هو من حقه يدخل الجامعة خلال ال5 سنين دول. لكن مش هيسحب منه الشهادة؟ لا يعني هيبقى معاه ثانوية عامة ويشتغل. لا مش لازم ياخدها ويشتغل. هو لو عدى 5 سنين ما يدخلش الجامعة. أستاذة منة،
بلاش مش في امريكا الناس كلها مش بتدخل الجامعه، بس الشهاده بتبقى شهاده ممتازه، شهاده الهاي سكول بتبقى معترف بيها وموثقه ان هو ممكن يشتغل بيها في اي حته. بيشتغل بيها يا استاذه مها. ايوه بيشتغل بيها في اي مكان. خلاص هنا مش هنا في مصر ما بيشتغلش بالثانويه العامه كشهاده، فمفروض ان التطوير اللي هو موجود يبقى. احنا عملنا استراتيجيات من ايام الثمانينات والتسعينات ولحد النهارده بقى لنا 40 سنه بنعمل استراتيجيات. مفروض ان احنا لما نعمل استراتيجيه يبقى احنا عارفين وضعنا ايه النهارده وضعنا ايه بعد 20 30 سنه. تمام. يبقى المفروض ان انا عندي خطط بنفذها بتوقيت محدد بتمويل. البلد بتصرف على التعليم الموازي مليارات، وموازنه التعليم ما هياش دي، لكن احنا بنصرف في الحاجات اللي هي شايفين احنا بنحل مشاكلنا على اساس الدوله نفسها في التعليم او الوزاره المنوط بيها ان هي تتابع ده ما بتقومش بيه. تمام. سياده النائب اعترف ان هو مش 4%. طب وافقتوا ليه على الموازنه؟ بيقول عشان الديمقراطيه. هي الديمقراطيه ان انا خالف الدستور يا سياده النائب؟ لا، ده عشان راي الاغلبيه لابد هنحترمه. يعني انا لما ابقى عندي ناس موافقه بتمثل بتعدي التلتين، والاقليه هي اللي رفضت وقالت ان في عدم دستوريه. هو يقصد ان هنا احنا حطينا الـ 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 الديمقراطيه، وطبعا احنا نحترم راي الاغلبيه، بس احنا هنا بنتكلم في قضيه امن قومي. يعني ازاي؟ طب ما هو على الجانب الاخر بيتصرف مليارات على الدروس والكتب الخارجيه والملازم واعلانات غريبه اللي بيعملوا عليها بتاعه الدروس دي. اي برلمان في العالم بيصوت على موازنه عامه او على قرار او على قانون، في النهاية إذا الأغلبية خدت القرار حتى لو قرار غير صحيح بيمتثل الأقلية لرأي الأغلبية. تمام؟ أنا دلوقتي لما بقول أنا بجلد نفسي بجلد البرلمان. لا، وأنا سألت حضرتك مين اللي يسأل، قلت لي البرلمان. أيوة. إنه حصل كذا وإن في أغلبية قالت موافقين وفي أقلية قالت معترضين. تمام؟ لكن في النهاية رأي الأغلبية إيه؟ يعني إيه اللي أقدر أعمله كنائب أو كمجموعة نواب اعترضت في وجود اغلبيه عدت التلتين بالموافقه؟ لازم يعني كلنا هنرتضع الامر الاغلبيه. طيب. والا بقى في اي قرار بيختلف فيه مجموعه الاقليه بقى تتمسك برايها، يبقى احنا هنا يعني نظام غير ديمقراطي. طيب. خالص. اي تعقيب يعني. اخر استاذ عزت؟ انا عايز بس اعقب عن نقطه بخصوص لجان الاستماع اللي اتعملت في لجنه التعليم، على اساس ان احنا نحاول نوصل استراتيجيه تنهض بالتعليم. الدستور الدساتير السابقه عن دستور 2014 كان مهمه النائب اعتماد الموازنه العامه، سن القوانين، مراقبه الحكومه. دستور 2014 قال انه 2012 قال انه وتحديد سياسات الدوله. يعني بالاضافه للثلاث مهام الاساسيه التشريع والرقابه واعتماد الموازنه العامه، ايضا تحديد سياسات الدوله. اذا انا كبرلمان لما اشوف اي سياسه خاطئه من حقي اطرح وجهه نظر أو استراتيجية معينة وتنفذها الحكومة وراقب على تنفيذها كمان، وده اختصاص أصيل من اختصاصات دستورية كفلها لنا الدستور. جميل. طيب أنا معايا عمر. طيب عادل من الغربية. أستاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا أستاذة مها؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. أنا لو سمحت، أنا مدرس بقالي 29 سنة. اتفضل. وأنا شايف إن أنتم ماسكين العصاية للمدرس. كل اللي بيقعد يتكلم بيجيب اللوم كل العملية التعليمية على المدرس. عشان معظم اللي اتكلموا أولياء أمور، أنت بتتكلم مين اللي ماسك العصاية؟ أنا؟ حضرتك أنا عايز أدافع عن المدرس بعض الشيء. يا ريت، اتفضل. مدرس تعبان جدا. طب بس وطي التلفزيون ممكن؟ طبعا. لا مش حضرتك طبعا، انا سامع ناس كتير. المنظومه التعليميه حضرتك لازم تكون من كل الجوانب. طب هستاذن يعني حضرتك، معلش وطي التلفزيون. طب. بس اسمعني من التليفون وقول وجهه نظرك. اتفضل. انا سامعاك، اتفضل. حضرتك دلوقتي اتفضل يا فندم. حاضر يا فندم. حضرتك دلوقتي المدرس ايه اللي بيضطره سؤال لسياده النائب؟ هو طبعا نائب، انا مش في دايرتي، بس هو نائب عني في مجلس شعب. ايه اللي بيخلي المدرس يتجه لدروس خصوصيه الا تدني مرتبه اللي بيخليه رايح المدرسه مش عارف هو رايح يعمل ايه؟ متخانق في بيته مع اسرته عشان مصروف البيت، بنته في الجامعه مش عارف يصرف عليها، هو نفسه يا استاذه
في مدرسين بتتخش المدرسة في فصل الشتاء لابسة لمؤاخذة أنا آسف اللفظ شبشب من في عز البرد، وفي مدرسين بتبقى ماشية مدرسات عاملة مشاكل في بيتها عشان ما عندهاش إمكانيات تاكل في بيتها، فمضطر المدرس إنه يروح يدي درس. السناتر حضرتك لو المدرس بياخد حقه السنتر مش هيشتغل، لأن المدرس هيلجأ للمدرسة وياخد حقه ويشتغل في المدرسة، السنتر نفسه مش هيشتغل هيقفل. هو بيجذب المدرس ليه؟ لأن بيديله مرتب كويس، بيديله إمكانيات يقدر يعيش بيها، فبالتالي غصب عنه بيلجأ للسنتر. المدرس نفسه مهان حضرتك يا أستاذة مها من الطالب، ما بصتوش للطالب ليه؟ الطلبة بقت عندها سلوك سيء جدا 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 هذه الأيام من أول الإعدادي لحد الثانوية العامة. الطلبة المدرس ما بيقدرش يتكلم مع الطالب، كل التعليمات اللي عندنا عدم الإيذاء بدنيا ونفسيا كمان، يعني ما اشخطش فيه حضرتك، يعني ما اقدرش ازعق له لا بدنيا ولا نفسيا، عندنا تعليمات بكده، يعني الطالب لو اخطا في حقه يعني انت ما عندكش وسيله عقاب بتعاقب بيها الطالب لما يخطئ؟ ما عندناش العقاب، بيقول اديله درجه وحشه في اعمال السنه، ولو ادينا له درجه وحشه في اعمال السنه ولي الامر يشتكي ان هو ولي الامر يشتكي. أنا شايف إن السبب تدني العلاقة، وأنا قلت قبل كده لو حضرته كان متابعنا من الأول، إنه المدرس عشان بقى أسير للدروس الخصوصية وإنه مرتبه بياخده وبيحصل عليه من الطلاب، فأصبحت العلاقة الطالب فيها هو الأقوى أو هو اللي بيفرض سيطرته، وقلت إنه إحنا محتاجين المدرس ياخد مرتب يكفيه بحد الكفاية اللي يخلي كرامته مرفوعة، اللي هو مش أقل من 3000 جنيه للمعلم اللي لسه متعين جديد، يصل إلى مبلغ حوالي 8 أو 9000 جنيه، لكن ده مرتبط بموازنات مالية لازم يكون لها حلول عند الحكومة وعند مجلس النواب. ما طبقتش يا فندم اللي كانت المفروض تبقى 4% وما بقتش 4% بالزبط. ولا بقت 3% حتى. إذا الحكومة قدمت موازنة تناسب ما نص عليه الدستور في المادة 19، والبرلمان إن كانت الموازنة المعروضة غير كده يرفض هذا البند ويتم تعديله لأن لا يقل بحد عن الحد الأدنى اللي هو 4% من الإنفاق الحكومي، يبقى احنا كده فعلا مش عايزين نطور التعليم في مصر. تمام. طيب استأذنكم بس اقرا شويه كومنتس من على صفحتنا على فيسبوك. بتقول انا رديت عليكي والله امبارح بس واضح ان انت ما كنتيش متابعه عشان مشكلتك مالهاش علاقه بالحلقه، و سيبي بس رقم تليفونك وانا هديه زمايلي في الاعداد. احمد مصطفى عبد الحميد بيقول والله يا مها انا ابني في ثانيه تجاري ومش واخد كتاب المدرسه، لسه ما خدش الكتاب لغايه دلوقتي. طيب حماده جمعه صباح الفل. ايمان بتقول بشجع المتصله اللي قالت على فكره ان يكون في سي دي مرفق بالمنهج مع المناهج، يعني مع الكتاب بيشرح المناهج بكذا طريقه. وفي ابن في مدرسه السلام احمد بيقول لازم دروس علشان ينجحوا الولد في مدرسه، هو مبلغ في مدرسه في الزيتون. طب ابعت لنا اسم المدرسه لو سمحت يا فندم عشان نعرف بس. طيب فارس ساهر بيقول انا ادمن جروبات لكل مراحل التعليم، لازم واقفه ودعم الوزاره لينا طبعا وولي الامر وتوعيه الناس ان شاومينج ممكن يكون جهات لبلبله النظام وبلبله يعني اثاره بلبله في المجتمع. تمام. وعبد القادر بيقول انا ولي امر ثلاثة طلبه بثالثه اعدادي وثالثه ثانوي مع تميزهم وتفوقهم ما خدوش دروس او مجموعات مدرسيه طول السنوات الدراسيه. طب ده يعني محظوظ، واضح ان المدارس كويسه يعني فيهم. انتوا استاذه ميادة عندكم مشاكل في المدارس كمدارس كمباني؟ اه طبعا. زي ايه؟ اه طبعا المدارس انا بس ايه يعني كنت حاط يعني دي حاجه من الحاجات المهمه لازم نتكلم فيها. بصي إيه حضرتك هي الابنيه التعليميه عامه يعني زي ما تقولي كده يعني اتبنت ما اتعملتش حساب ان فيها هيبقى كثافه سكانيه بالشكل اللي احنا فيه، يعني ما يبقى الفصل فيه 120 طالب خلاص يبقى هيقعدوا فين وازاي في نفس المكان اللي كان معمول عشان يتقعد فيه 40 50 طالب. فتخيلي الوضع عامل ازاي. طبعا قيسي على كده نفس ال 120 طالب او ال 80 او ال 70 هيستخدموا حمامات المدرسه، هيستخدموا السلالم المدرسه، قيسي على كده كل الاضرار اللي هتحصل. السلالم دي انا اللي انا اعرفه يعني لما بشوف كده او بس يعني ببحث عن تطوير الابنيه التعليميه، هو ما ينفعش نعمل سلم يعني او سلالم عاليه في مدارس. ده اللي انا قريته. ما ينفعش. ليه بقى؟ لان ده الكثافه مع تكدس الطلاب وهم نازلين او طالعين ممكن يحصل مشاكل وحوادث، حد يقع حد يتكسر.
فالسلالم ما بتكونش لو وقع واتكسر مش هيلاقي اللي يعالجه في المدرسه ولا هيلاقي حاجه اساسا. هو وقع يعني واحنا لو وقعناه هو ده اللي هيتقال. الابنيه التعليميه بقى سياده النائب هنعمل هو الخطه السنه اللي فاتت كان مطروح فيها 12 مليار جنيه للابنيه التعليميه لانشاء مدارس جديده اللي هي حوالي زي ما صرح الوزير السابق 30,000 فصل. ازعم ان ما تم انجازه يقل عن ال 50% رغم ان الموازنه اترصدت لهم 12 مليار جنيه. لا الا ان الحكومه حتى الان من وجهه نظر انا ما تعدتش ال 50% من الانشاءات. ممكن فانا إيه؟ ده تقصير حكومي. تقصير حكومي بس ما انا بقول التمويل موجود. يعني التمويل موجود والحكومه مش راضيه عشان الحكومه فتحت يعني الباب لتخصيص الاراضي الزراعيه لبناء مدارس. في كثير من الطلبات اللي قدمها النواب الاراضي الزراعيه القريبه من المناطق السكنيه عشان ما نخلطش الامور القريبه. وده صح من وجهه نظرك يعني يا فندم؟ ما هو حضرتك كده كده في تعدى على الارض الزراعيه من قبل المواطنين فنكمل خدوا بقى. مساحات كبيره مش نكمل بقى المواطنين دول محتاجين خدمات في اماكنهم. يعني لما يبقى عندي مثلا 30,000 ساكن في منطقه عندي اسمها البر الثاني على مدار 30 سنه اتبنى فيها منازل وفيها سكان حوالي 30,000 مواطن، دول محتاجين مدارس ولا مش محتاجين؟ محتاجين بس مش على ارض زراعيه. ما هو حضرتك محتاجه ان انا اظبط لهم. عقلي مش عارف يستوعب ان انا ابني يعني غلط ان انا ودوله بتجرم البناء على ارض زراعيه وبتشيله في المهد وانا اجي اقول لك عشان جنبهم فابني لهم على ارض زراعيه. هي دي ليها شروط، دي ليها شروط. الشروط ان ما يكونش فيه عندك توسع، يعني ما فيش مكان تتوسع فيه. وبينزل عليها معاينات. بينزل عليها معاينات من قبل وزاره الزراعه والاجهزه المعنيه. لكن في النهايه حتى كمان لما فكروا في الفكره دي وادوها قرارات متعقده ويمكن يعني ما اتبناش مدرسه خلال السنه اللي فاتت دي في الاماكن اللي صدر بشانها ترخيص. يا فندم مش عارفه يعني انا رايي مثلا كراي مواطن ان حرام ان انا ابني على شبر واحد حتى لو حابني مدرسه او مستشفى. ايه ما فيش حل؟ ما فيش حل ان انا سافلت طرق كويسه في قريب واوفر مواصلات في المناطق الريفيه في الكفور والنجوع صعب جدا المواصلات، مفيش طريق اسفلت الناس تمشي عليه. ممكن ارض متسفلته مش موجوده. فلو حضرتك هتعملي توسعات زي مثلا في القاهره هنا في مناطق صحراويه شاسعه فبنتوسع وفي الباص بيوصل للاولاد، لكن في المناطق الريفيه في الكفور والنجوع تخيل حضرتك لسه لحد النهارده الناس بتركب الدبه يعني في بعض الارياف. بس يا فندم فحضرتك هتعملي له مدرسه فين ده؟ يعني الطالب اللي ساكن في ريف في مناطق بعيده جدا عن المدن. وهل حضرتك تضمن عدم التوسع في بناء المدارس على الاراضي الزراعيه في ما هو ده مرهون بموافقه وزير الزراعه بعد مجموعه من الطلبات بيوافق عليها المحافظ والوزراء المعنيين وبينزل يتعمل لها معاينه بقربها من المناطق السكنيه اللي فيها تكدس سكاني اللي هي فعلا محتاجه مرتبط بعدد الطلبه في المنطقه دي كم طالب مرتبط بالمساحه اللي هيتم استغلالها في عمل مدرسه. بصفه عامه ال 30,000 فصل اللي وعد بهم الوزير السابق ما تمش انجاز منهم 50% حتى الان. وده امر يعني مشين انه ازاي في يعني احنا داخل لنا 1,600,000 طالب السنه دي هنستوعبهم ازاي دول؟ هيروحوا فين؟ يعني الفصول ان كانت الاستاذه بتتكلم عن 120 انا عندي في المطارات الاهليه 60 و70 طالب والطلبه مخنوقه ما فيش 10 منهم بيستفيدوا في التعليم في المدارس الابتدائيه. هو ال 120 ده مبالغه ولا في 120 طالب في فصل فعلا؟ تقريبا على حسب تصريحات الوزير السابق وسياده الوزير برضو الدكتور طارق ان تقريبا في محافظه الجيزه في فصول فعلا فيها 120 لكن المتوسط اللي انا متابعاه دايما من رينج من 70 ل 80. اصل ال 70 ده حتى لو الفصل مستوعبهم وخصوصا في المرحله الابتدائيه المدرس ما يقدرش يفهم ال 70 طالب. يعني ايه 70 طالب؟ مش اكتر من 10 طلاب اللي بيبقوا قاعدين فايقين مع المدرس والمدرس يقدر يتواصل معاهم خلال الحصه. مش اكتر من 10 من ال 70. وبعدين مش اي مبنى يا جماعه ناخده نحوله مدرسه، يعني اشوف فيلا مثلا ادي طبعا حضرتك الحضرتك وبعدين يا فندم انا عندي في المطارات الاهليه اربع مدارس تم الموافقه وادراجهم في الموازنه وحتى الان لسه شهر والسنه الماليه تخلص وحتى الان اربع مدارس ما تمش الشروع في بنائهم. بس اربع مدارس بموجب سلطتك كنائب تقدر تسال الحكومه عن ده؟ طبعا في طلبات احاطه بتقدمها في هذا الشان ان السنه الماليه انتهت والمدارس اللي في الاماكن الفلانيه حتى الان لم يشرع البناء فيها ولم يتم اسنادها لاي مقاول. حضرتك قدمت يعني طلبات؟ طبعا.
طيب, طيب احنا برضه بنثبت الابنيه التعليميه, يعني حضرتك كنت بتتكلمي على السلالم للطلبه العاديين. طب ما بالك اذا كانت السلالم والمدارس مش مهيئه لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني انا لو عندي طالب معاق او عنده اي اعاقه تمنعه ان هو يستخدم السلالم, ممنوع, ما بيعرفش يتعامل, والحل ان هو يغيب. طب ولو غاب يتمنع عنه اعمال السنه. طب هل هو ايه التقصير اللي هو عمله عشان ينقص في اعمال السنه او ينقص في درجات؟ هو ما قصرش وما اذنبش في اي حاجه, وكل الحكايه ان هو عنده ظروف خاصه الدوله نفسها ما راعتهاش, ما اسستلوش المكان اللي يتعامل معاه. وطبعا امهات كتير جدا بتعاني بسبب الموضوع ده, وبتشيل ابنائها وبتطلع بيهم سلالم, وبرده ما فيش اي حد يعني بيحن على اي قلب ام ويقول لها, ولو قدمت طلب برده ما حدش بيسمع لها. طيب سيادة النائب, كلمه للحكومه لو سمحت في نهايه لقائنا. بقول للحكومه ارحموا الناس. التعليم انا اخذت خطه واعتمدناها ب 30,000 فصل. هم فين ال 30,000 فصل؟ بقول للحكومه التوزيع الغير متناسق بين المعلمين على مستوى المدارس, مدارس فيها عجز شديد ومدارس فيها اكثريه. انا عايز يعني انا بختم ولا بختم؟ طيب انا بوجه تحيه لطلابنا في المطريه ده اهليه اللي حصدوا في التعليم الثانوي الازهري المركز الاول جمهوري, في التعليم الفني الصناعي الثاني جمهوري, المطريه ده اهليه في اخر الدنيا, الفنيه بنات ثاني جمهوري, الثانويه بنات خامس جمهوري. ولا انسى ان اذكر شعب مصر بالقائد والمعلم الزعيم جمال عبد الناصر المئويه على مشارف ان شاء الله في بدايه في شهر 1 العام القادم. نتمنى نرجع بتعليمنا لتعليم الخمسينيات, تعليم جمال عبد الناصر, التعليم المجاني لشعب مصر. استاذه مياده سريعا كلمه اخيره اتفضلي. والله انا كل اللي شايفينه في خلال الفتره اللي فاتت تصريحات من السيد الوزير ان خلال او من بعد العيد بعد امتحان الثانويه العامه هيبقى فيه رؤيه جديده ومنظومه جديده هو سيادته جايبها. احنا مستنيين ومنتظرين فعلا, ومش يعني مش هنبدا عام دراسي جديد بنفس الوضع القديم ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا, نورتونا. استاذه مياده عبد الله ادمن صفحه تمرد على المناهج, شكرا. بشكر سياده النائب محمد دلة عثماني عضو لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم. غدا ان شاء الله الجمعه القاكم 9 صباحا بتوقيت القاهره, ونناقش مع ضيوفنا دكتور عمرو يسري والصحفيه استاذه شيماء ابو العنين ازمه منتصف العمر. أشوفكم بكرة إن شاء الله. صباح جديد وصباح دريم, فكونوا على موعد. سلام.